السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدينا وأهلا بكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم مباشرة على إخبار التلفزيون الجزائري. وعلى مدار ثلاث ساعات ابتداء من الآن سنناقش عدة مواضيع وملفات، بداية بملف الأمن والسلامة المرورية، ودائما في الشق التحسيسي سنناقش خصوصية السياقة في ظل التقلبات الجوية التي تعيشها معظم ولايات الوطن. إلى الملف الصحي، وسنناقش أيضا في موضوع أو بالنسبة لموضوع اليوم حول أهمية التغذية المتوازنة، نتحدث عن تأثيرها أيضا عن قوة الذاكرة، عن التركيز، وحتى على التحصيل المدرسي لدى التلاميذ. إلى ملف آخر للقطاع المالي وقطاع البنوك، وكذا جديد الخدمات البنكية بالنسبة وكذا كل المنتجات البنكية بالنسبة لبنك البركة في ظل التحول الرقمي وكذا الديناميكية الاقتصادية التي تعيشها البلاد. إلى ملف الشباب وكذا نشاط المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب، وهذا في إطار فعالية البرنامج الوطني للدعم الشبابي في طبعته الثانية. إلى ملف اقتصاد المعرفة وكذا المؤسسة الناشئة والمؤسسات المصغرة، وموضوع اليوم حول أهمية حاضنة الأعمال ودورها في حماية براءات الاختراع وهذا بالجامعات، وأيضا مواكبة للحدث الثقافي الدولي، إذن صالون الدولي للكتاب في طبعته 27، أين سيلتحق بنا زملائنا مباشرة من هناك لرصد أيضا الأجواء وفعالية الثقافة وكذا المقرؤية. إذن الصباح الرياضي حاضر معنا ومحطاتنا الإخبارية حاضرة على رأس كل ساعة قبل مناقشة كل هذه الملفات. مشاهدينا ورقة حول الطقس مع الزميلة صابرينا العوفي بوزيان، ثم لنا عودة. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب زخات من الأمطار الرعدية على السواحل الوسطى والشرقية، حيث ستكون معتبرة محليا على السواحل الوسطى الشرقية لغاية السواحل الشرقية. الأمطار الرعدية تكون على فترات بالهضاب الشرقية، تكون محلية وضعيفة نحو الهضاب الوسطى، بينما المناطق الغربية ستشهد ضباب وسحب سفلى خلال هذه الصبيحة، تتبعها سحب عابرة خلال النهار. احتمالا تكون هناك بعض الأمطار المحلية نحو السواحل، بينما بمناطق الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء والواحات ستشهد بعض السحب العابرة، أحيانا تكون كثيفة، واستقرار في الوضعية الجوية على الصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب. تطاير الرمال سيكون محليا بأغلب مناطق الجنوب الكبير. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم سجلنا 9 درجات كأدنى مقياس شمالا بسعيدة والبيض، أما جنوبا أعلى مقياس سجل بكل من تندوف، أدرار، إن صالح، وبرج بجي مختار في حدود 20 إلى 21 درجة، بينما أدنى مقياس سجل بجنات ب 12 درجة. خلال ظهيرة اليوم تراجع في درجات الحرارة ستشهده أغلب المناطق الشمالية وحتى بشمال الصحراء، حيث ستتراوح ما بين 17 إلى 21 درجة فقط على كل المناطق الشمالية، تصل إلى 24 درجة بشمال الصحراء، كذلك بجانات 33 درجة ستكون كأعلى مقياس بالصحراء الوسطى بأقصى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب. البحر خلال نهار اليوم سيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب نحو السواحل الشرقية، يصبح أيضا مضطرب خلال أواخر النهار نحو السواحل الوسطى، رياح ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الوسطى تصبح قوية نسبيا نحو السواحل الشرقية، وتأتينا من غربية إلى شمالية تماما، أحيانا شمالية غربية بسواحل الشرقية متغيرة الاتجاهات كلما اتجهنا نحو السواحل الغربية. وقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود 42 دقيقة بعد 5 مساء. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، يومكم سعيد وإلى اللقاء. موبيليس قد
قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. بداية مشاهدينا، ومواكبة للحدث الثقافي الدولي، إذن صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 27، أين تتواصل فعاليته بقصر المعارض السافاكس، إذن تحت شعار نقرأ لننتصر. مشاركة، إذن سجلت مشاركة معتبرة لدور النشر محلية وكذا أجنبية، كما سجل أكثر من 1000 دار النشر، مشاركة أكثر من 1000 دار النشر، وتوافد أيضا توافدا جماهيريا معتبرة للإطلاع على جديد الإصدارات في الكتب في شتى المجالات. يلتحق بنا إذن الزميل فرحات جلاب وكذا ركن على قهوة صباح، وسنناقش في موضوع بالنسبة لعدد اليوم قضايا النشر في الوطن العربي. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد الذي يجمعنا بضيوف صالون دولي للكتاب معرفة بالكتب. وهذه المرة نريد أن نعرف رأي فاعل مهم في الوطن العربي، هو الأمين العام لاتحاد الناشرين العربي الأستاذ بشار شبارو. أردنا أن نعرف رأيه في الصالون، كما أردنا أن نفتح حديثا أيضا عن النشر، وهو الفاعل الكبير في النشر في الجزائر. أستاذ شبارو، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. أستاذ شبارو، كيف وجدت صالون الدولي للكتاب وأنت الذي تحضر في كل حضرت طبعات السابقة؟ بداية لابد أن نهنئ بذكرى انطلاق الثورة 70، يعني هذه كانت ثورة هامة للشعب العربي ولأفريقيا ولكل الأحرار في العالم، ومبارك عليكم هذه الثورة. بالنسبة للصالون، حقيقة في طبعات 27، صالون الجزائر له ميزة ودور خاص في ربط المغرب العربي مع مشرقه. ترى دور النشر المشرقية والخليجية، خاصة قطر ضيف الشرف، تجدها على أرض المغرب العربي في الجزائر. هذا الدور دور مميز جدا، وتلعب الجزائر منذ فترة طويلة، وإدارة الصالون حقيقة تبذل جهد كبير في تطوير هذا الوضع وتنظيمه. كيف نظرت إلى الزائرين الباحثين عن الكتب وأنت تستطيع أن تقارن مع الطبعات السابقة؟ أستاذي الفاضل، ليس 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 هذا الضعف في الجزائر، هو ضعف عربي كامل. المحتوى العربي للأسف ثقافي يتراجع، ليس كما في 20 سنة السابقة. أين الأدباء الكبار؟ أين الروائيين الكبار؟ بالتالي هنالك نوعا ما من التراجع، ربما سببه الحروب الداخلية، الحروب، الأوضاع الاقتصادية التي أضعفت مجتمعنا العربي. بالتالي لا أريد أن أنظر نظرة سوداوية، يعني الحمد لله صناعة النشر بخير، أدباءنا بخير، لكن يعني كنا نتوقع في المرحلة السابقة أن يبقى الصعود صعود صعود في المستويات جميعها. هذه الفترة يعني إذا نظرنا على الأقل فلسطين، أكثر من سنة حرب قاسية وإجرامية، الآن لبنان يتأثر أيضا بلدي، بالتالي هذا التأثير ينعكس في كل مكان. بالتالي يعني نحتاج بعض الصبر والجهد من جديد في تطوير وضعنا الثقافي والمهني على المستويات كافة. الوضع الذي يعيشه الوطن العربي في هذه الأيام، رأيت من خلال حديثك أنه أصبح من المحبطات في عالم النشر، عالم الكتاب. بصراحة لا أحب أن أستخدم مفردة محبطات، لكن أيضا يجب أن أكون صادق، لذلك قلت هنالك تراجع، هنالك أقل من المستوى المطلوب. هو تراجع المثقف، لكن وربما تغير الأولويات،
يعني الآن مجتمعاتنا تبحث عن أمور نوعا ما ليست كمن سبقنا، كالأجيال السابقة كان الهم الثقافي عندهم أساسي. ترى الأباء يأخذون أبنائهم لإحضار الكتب الجديدة، لبحث عن مواضيع جديدة، ما زال الآن والحمد لله أمس رأيت، لكن ليس بالمطلوب، وهذا موجود في كل الأقطار العربية. طيب ما هي الأسباب يريد الناس أن يعرفوا؟ كما قلت لك الأولويات اختلفت، قد تكون أولويات اقتصادية، قد تكون أزمة مالية يعيشها الإنسان العربي، يعيشها الوطن العربي بشكل عام. هنالك أزمة اقتصادية كبيرة، يعني ربما باستثناء بعض الأقطار العربية، لكن واضح هنالك أزمة اقتصادية على المستوى الوطن العربي ككل. هذه أكيد تؤثر، وكما قلت لك الإبداع أيضا تأثير الوسائط الاجتماعية له تأثير كبير، وهذا التأثير لا يبحث عن الأفضل، يبحث عن الأقوى، الأقوى في تسليط الضوء، الأقوى في الإعلام عبر الأجهزة الموبايلات وإلى ما هنالك، لا يبحث عن الروائي الأفضل، عن الباحث الأفضل، الكاتب الأفضل، المستوى الأفضل، يبحث عن من لديه نقاط أكثر ومن لديه صحيح. متابعين أكثر، فيؤثر على الجو المتلقي، فيعتبر هذا الذي صحيح. لديه إضاءة أكثر هو الأهم، وهو في الحقيقة ليس الأهم. الأهم هو الذي يتواضع ولا يبحث عن الشهرة، بالعكس يبحث عن الأفضل، يبحث عن الكتابة النوعية، يقدم نفسه بشكل جيد وليس متعاظم. بالتالي هذه الأمور تؤثر فعلا، في هذه الفترة تؤثر خاصة على جيل الشباب، لأنه الجيل الأكبر إلى حد ما بذهنه من هم الكتاب، من هم الباحثين، من هم الدارسين، من هم المترجمين، لكن الجيل الشاب يتأثر إعلاميا بالموجة وهذه الإشكالية تراها في كل، يعني ترى بعض المؤلفين هم الأكثر توقيعا في كافة المعارض، هم أنفسهم يعني مجموعة، ليه؟ لأنهم عندهم ألوف، إذا لا أريد أن أقول أكثر، من المتابعين، بشكل ما يضغطون نفسيا على بعض الجمهور العربي. أزمة كبيرة يعانيها النشر العربي، هذه القرصنة وهذه الكتب التي توضع على النت ويقرأها الناس. نعم. من غير أن يشتروا نعم. الكتاب. نعم. هذه كما تعلم التكنولوجيا لها إيجابيات وسلبيات، هذه إحدى مساوئ التكنولوجيا، أنها تسهل عملية القرصنة. حينما تسحب نسخة الPDF وتنطلق عبر المواقع وعبر البريد الإلكتروني، لا يعرف هذا الذي يفعل ذلك أنه يضر الوضع الثقافي. يعني كثيرا من الكتاب الكبار حينما أناقشهم يقولوا لي مثلا إذا كتبنا مقال في الجريدة ممكن أن يكون لنا بدل أفضل من الكتاب، من كتاب كامل نحتاج عدة سنوات في العمل الجاد لإنتاجه وعمله، بينما مقالين في إحدى الصحف تغطي وتعطي قيمة مادية أكثر من الكتب. هذه القرصنة عبر محطتكم أود أن أخاطب هؤلاء، وأنا أحسن الظن بهم، يعني أنتم تظلمون الكاتب العربي، تظلمون المترجم العربي، تظلمون الناشر العربي، وبالنتيجة تظلمون القارئ العربي، لأنه كل شيء مجانا لا يقرأ، هو فقط من باب الاستحواذ، يعني أنه أنا عندي على جهازي 10,000 كتاب، لكن قل ما يقرأ منهم، لكن هذا يمنعهم أن يشتري الكتاب الورقي، أنه أنا عندي رقمي وعندي ديجيتال موجود على الجهاز، لكن عمليا لا يقرأ. أي شيء تأخذه مجانا عادة لا يقرأ، لكن يمنعك من قراءة الشيء الجيد، هذه السلبية الموجودة. أزمة الكتاب الورق الغالي في هذه الأيام أكيد
بسبب يعني هذه تقف إلى صالح إلى جانب صحيح. هذا الذي يبحث عن كتاب في النت. كلام صحيح. الورق هو جزء أساسي من كلفة الكتاب، بالتالي كلما ترتفع مع نظام الشحن الذي يرتفع والتأمينات، لأن منطقتنا العربية منطقة حروب، التأمين فيها مرتفع، يعني كما تعرف تقريبا قناة السويس تقريبا شبه مغلقة بسبب الصراعات البحرية الموجودة، بالتالي ارتفع التأمين بشكل عادي، زادت مسافات عبور البواخر، لأن الورق ينقل عبر البواخر، يعني لا يشحن بالطائرات، بالعكس لأنه الكلف عالية جدا، وزن هذا يؤثر جدا. وما زال معنا صناعة ورق عربية قوية، يعني يوجد ببعض أقطارنا العربية صناعة للورق، لكن لا يوجد عندنا هذه الغابات الكثيفة وإلى ما هنالك لصناعة الورق. طيب وهي تؤثر أكيد. طيب أستاذ، هذه التجارب الأخرى في دول مثل الصين مثلا، هذا الدعم، وأنت تعرف التجربة الجزائرية في دعم الكتاب، نعم، بمعنى أن الناشر لا يستطيع بمفرده أن ينتج كتابا، يخرج كتاب ويسوقه، فتساعده الدولة. صحيح. حدثني عن مثلا التجربة الجزائرية والفائدة الجمة التي تراها، وكيف تنظر إلى طرق أخرى لدعم الكتاب. نعم سيدي، أظن في العشر سنوات السابقة كان هنالك دعم جيد من قبل وزارة الثقافة للناشرين الجزائريين لتجديد أنفسهم وأصدار الكتب الجديدة والنوعية، وكانت تجربة جيدة، لكن لأسباب لا أعرفها تقريبا تراجع هذا الدعم في السنوات القليلة الماضية، وهذا يحتاج إعادة نظر. في هذه الفترة من المهم أن تدعم وزارات الثقافة العربية دور النشر العربية وتبقى مساندة لهم حتى نستطيع جميعا أن نتجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة. أيضا كل الدول لها أولويات في الفترة الصعبة، ربما هذه لعبت دور. أما طرحت حضرتك نموذج الصين، سمعت الصين حضرتك تكلمت عنها، الصين لها تجربة فريدة. الصين تريد أن تتواجد في كل مكان، ومن المنطقة العربية، بالتالي حتى الآن هم لديهم مشاريع دعم الترجمة من اللغة الصينية إلى اللغة العربية بشكل قوي جدا، لكن هنالك كتب معينة يهتمون بها، ليس أي كتاب، لديهم خطة معينة لترجمة مواضيع مختلفة من الكتب، لكن ليس أي كتاب صيني. هذه نقطة. نقطة ثانية وهي بكل الأحوال مفيدة، ويستفيد الناشر العربي منها بشكل جيد، الذي يهتم بالتعاون مع الناشرين الصينيين، لكن ليس هنالك دعم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الصينية. هذا دور الدول العربية، الحكومات العربية، أن تدعم النشر من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى. إذا أردنا أن يفهمنا الآخر، علينا أن ندعم ترجمة الكتب العربية المهمة من لغتنا الذي نعتز بها إلى اللغات الأخرى، حتى نلغي فكرة أن نحن مجتمع إرهاب ومجتمع تطرف ومجتمع سلبي، لكن لأنه فعلا العرب ليسوا هكذا. ربما تجد يمكن نسبة بسيطة جدا تعطي هذا عبر الإعلام الغربي، يكون هنالك تركيز على هذه المجموعات، لكن حقيقة مجتمعاتنا العربية كلها مجتمعات تبحث عن التطور، التقدم، التحسن، الحياة وإلى ما هنالك. طيب لو تحدثنا عن الكتاب وهذا المسؤولية الملقاة على عاتقكم، أن نحن نتحدث عن إنسان يطالع دور مجتمعات بكاملها بداية من المدرسة، ولكن عندما تقف الكرة عندكم وأنتم الفاعلون في صناعة الكتاب،
ألا ينبغي أن تفكروا بشكل جدي في الانخراط في هذه العولمة التي تتطلب الانخراط في الشاشة الزرقاء من أجل تسويق الكتاب إشهارا أو طرق أخرى حتى يصبح الكتاب سلعة حداثية، سلعة تسوق كما تسوق الأشياء الأخرى التي يحسن أصحابها وضع البضاعة سلعة في قالب جميل؟ ملاحظة صحيحة وقيمة، لكن الإشكالية أيضا لا أريد أن أكون سلبي، لكن هذه حقائق. الكتاب لا يحتمل كلف إضافية، لأن ذلك سيؤثر على سعر الكتاب. يعني حينما تستخدم الإعلان والتسويق هذا هي إضافة على كلف صناعة الكتاب، وبالتالي الناشر عليه أن يضيفها على سعر الكتاب، وبالتالي تصبح سعرها مرتفع على الجمهور. الفارق بيننا وبين الغرب تحديدا أنه كمية الطباعة عندهم أعلى. صحيح نحن ما شاء الله بالملايين عربيا، أنه الكتاب الجزائري يقرأ في كل مكان في الوطن العربي، والكتاب اللبناني يقرأ في كل مكان في الوطن العربي، وليس فقط في الوطن العربي، أماكن هجرة العرب في أمريكا، في 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 أفريقيا، في أوروبا، في أي مكان. لكن المشكلة أن كمية الطبع هي كمية ضعيفة وقليلة، بينما في الغرب كمية الطبع أكثر. كلما زادت كمية الطبع كلما نسبيا كلفة النسخة هبطت وصارت أقل. هذه إشكالية التي نواجهها أمام الكتاب العربي. يعني سابقا أنا بدأت العمل في النشر منذ أكثر من 30 سنة، كنا نطبع 5000 نسخة من الكتاب، ثم تراجعنا إلى 3، إلى 2000، إلى 1000. أقول بصدق نحن الآن نطبع 1000 وبعض الأحيان 500 نسخة، وهذه كارثة بصراحة. لكن هذه حقيقة موجودة صراحة. هلأ هنالك بعض الإصدارات، بعض العناوين يطبع منها ربما للـ100,000، لكنها قليلة وليست هي الأساس في صناعة النشر في الوطن العربي. هنالك أزمة حقيقية حقيقية من ضمن الأزمات التي يعيشها الوطن العربي، أزمة الناشر والكتاب والمثقف والمترجم والكاتب. أستاذ بشار شبارو الأمين العام اتحاد الناشرين العرب، شكرا لك على المتابعة، على المشاركة. لا يمكن أن نحملكم أنتم الناشرين أكثر من طاقتكم، لأن الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي كلي متكامل تقوم به كل الجهات التي تستطيع أن تصنع الإنسان القارئ، حتى نصل إلى قارئ يستطيع يتوجه إلى الكتاب ليقرأه. وأنتم الحلقة الأخيرة، الله يبارك فيك. وهنا أريد أن أذكر نقطتين هامتين إذا سمح الوقت بسرعة. نقطتين بسرعة. أول نقطة وهي كارثة النشر، أن لا يوجد شركة توزيع الكتاب. يعني في الغرب، لا أريد أن أقلد الغرب، لكن في الغرب يوجد ناشر ويوجد موزع. إذا رحت على صالون الكتاب في باريس ترى اسم دار النشر، لكن حقيقة الجالسين هم أصحاب المكتبة وليست دار النشر. محتاج الناشر، اذهب إلى مكتبه، هذه بطاقة كارت فيزيت. لكن نحن ضمن القانون نحن الذين نبيع، هذا الفرق. نحن لا يوجد لدينا، كم مكتبة أغلقت في الجزائر من أيام المؤسسة الوطنية سابقا وديوان المطبوعات؟ كم مكتبة؟ وفي بقية الدول العربية تتراجع المكتبات. طب ما هي أماكن التسويق. صحيح. يعني هذه نقطة هامة. النقطة الثانية التي أدعو فيها زملاء الناشرين في الجزائر وفي العرب والعرب، التعاون بالنشر. يعني ناشر جزائري يتعاون مع حدا في المشرق العربي، يتعاون مع الخليج العربي. نحن الآن 3 أقسام: مغرب عربي، مشرق، خليج. من المفيد جدا كل ناشر مغاربي أن يتعاون مع ناشر مشرقي أو خليجي، والمشرقي يتعاون مع خليجي أو مغاربي، أو يتعاون مع الاثنين معا. هذه تساعد بوصول الكتاب إلى أكبر شريحة ممكنة بأسهل الظروف. يعني هذه نصيحة عبر شاشتكم أيضا أقولها، وشكرا على الاستضافة وبارك الله شكرا بكم. شكرا لك أستاذ بشار شبارو الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب، شكرا على الفائدة الجمة التي نتمنى
أن يستفيد منها الناشر ليس فقط في الجزائر إنما في الوطن العربي كله. وبإذن الله النشر سيكون بخير بالتعاون جميعا مع أمانينا. أمانينا إن شاء الله. شكرا. وأنتم مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعة. شكرا لك الزميل فرحات جلاب على هذه المداخلة، وشكرا أيضا لضيفك الكريم. إلى ملف آخر مشاهدينا، إلى ملف الصحة، وسنناقش في موضوع اليوم أهمية التغذية الصحية في ظل انتشار التنوع الكبير لبرامج التغذية الصحية. إذن سنتحدث عن أهميتها بالنسبة لقوة الذاكرة، بالنسبة لقوة التركيز، وأيضا التحصيل الدراسي على التلاميذ. للحديث أكثر وللاستفاضة في الموضوع أسعد باستضافة الدكتورة إذن كريمة سيفواني، أخصائية في الصحة العمومية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية القباء العناصر. أهلا بك دكتورة وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا، يعطيك الصحة، شكرا أيضا على الدعوة. شكرا جزيلا. إذن دكتورة كما تحدثت في المقدمة، التغذية السليمة، الغذاء المتوازن هو حديث العصر أيضا، كما يمكن أننا نشوفه في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي كل هذه الحملات حول أنواع عديدة للأنظمة في مجال التغذية الصحية. بداية، ما هي التغذية الصحية؟ ما هي التغذية المتوازنة؟ إذن صباح الخير عليكم، نهاركم مبروك إن شاء الله. إذن كما قلتي لازم نعرفوا أولا وشنو هي التغذية الصحية. إذن التغذية الصحية هو غذاء يكون متكامل وأيضا متوازن، يعني اللي يحتاج الفرد حتى يعني يمدله طاقة ويمدله، يعني تتحول هذا الغذاء إلى طاقة وسعرات حرارية حتى اللي يقدر الفرد أنه يقوم بأعماله يعني اليومية. صحيح صحيح. طيب دكتور، احنا بالنسبة لعدد اليوم، الفئة اللي ربما نخصوها في عدد اليوم هي فئة التلاميذ. طيب ما هي العناصر ربما التي لا يجب الاستغناء عنها في مجال التغذية، نعطوها للتلاميذ، نعطوها لأبنائنا ربما للحفاظ على قوة التركيز، للحفاظ على أيضا قوة الذاكرة وحتى التحصيل الدراسي، لأنه ما ننسوش أن التلاميذ في هذه المرحلة وفي هذه الفترة يعني هي فترة بناء الجسم. نعم. إذن يعني نروحوا للتلاميذ. إذن لما نقولوا الغذاء متكامل ومتوازن، لأنه كما قلتي يعني الخطأ اللي راهو يعني اللي راهو منتشر يعني في هذه الآونة الأخيرة هي الحميات الغذائية. صحيح. يعني الكل يتكلم عن الحميات الغذائية، ويعني ولات حتى الناس ولات تدير حمية غذائية بدون استشارة الطبيب. يعني واحد هاد دير حمية غذائية تدخل مواقع التواصل الاجتماعي ويقوموا نعم. بحمية شتى المواقع. نعم. ويقوموا بحمية ولكن ما على بالهمش الأخطار اللي تجي بعد هاد الحميات الغذائية. ولهذا يعني بعض الناس المختصين في الغذاء الصحي يعني الآن ولينا نتكلموا على أنه يعني ما كانش لازم الغذاء يكون متكامل. يعني ما كانش دوكاتي ما نهضروش على غذاء بروتيني يعني يكون فيه بروتينات. صحيح. ولا الغذاء اللي يكون فيه الأعشاب. نعم. يعني ما يكونوش فيه لحوم. صحيح. الآن الغذاء يعني لازم يكون متكامل، وخاصة عند الأطفال. لازم التربية الصحية الغذائية عند توصيات أيضا من المنظمة العالمية. نعم. آخر توصيات يعني عدم اتباع أو عدم حصر ربما الغذاء الصحي في نوع من أنواع ربما الحمية الغذائية، مثلا نظام الكيتو، نظام الأعشاب، نظام يعتمد على الغذاء البروتيني فقط إلى آخره. نعم، أنا قلت لك شاهدنا هذه الحميات الغذائية واللي العواقب تاعها يعني وخيمة، مثل كما قلتي نظام الكيتو مثلا نظام الكيتو اللي يعتمد أكثر على الدهون وعلى البروتينات وايضا على، ولكن النظام باغ اكزومبل نظام الكيتو نقصوا منه السكريات. صحيح. ايضا كاين نظام البحر الابيض المتوسط، نظام الامريكي، كاين ايضا اللي مليح يعني اللي يكون يعني احسن نظام يعني اللي الناس راهي الان يعني تتبعوا الصيام المتقطع. نعم. لانه يكون فيه في فئه التلاميذ. اذا هنا هضرنا جينيراليتي. نعم. عامه، لكن اليوم نختصوا فئه التلاميذ وايضا تاثير أهمية اختيار العناصر المهمة التي عندها دور كبير في التحصيل الدراسي كما ذكرنا، في قوة الذاكرة، قوة التركيز، أيضا نعم. بناء الجسم بطريقة سليمة وصحية أيضا. نعم، مادام رانا في فترة أيضا الفروض، ننتهزوا هذه الفرصة هذه باش نفهموا الأولياء أنه الغذاء الصحي للأطفال، قلت لك هو التربية، لازم صحيح. الطفل يعني يتربى على غذاء على نظام صحي معين حتى أنه يعني هذا النظام يروح معه حتى يكبر إن شاء الله. صغر. نعم، منذ الصغر. صحيح.
اذا كان النظام تاعو الصحي في الصغر يكون مليح، اذا راح يتراي هذا الشاب هذا راح يتمتع بصحه جيده. اذا النظام الصحي للاطفال نفس الشيء، لازم يكون غذاء، يعني نهضروها ونعودوها، غذاء متكامل اي فيه كامل الاغذيه، يعني كامل الاشياء المهمه. من دكتوره كثير من التلاميذ ربما يميلوا للسكريات، يميلوا نعم. للعصائر، يميلوا ايضا الحلويات. الحلويات نعم. اذا هي عندنا حنايا الاطفال عندهم حاجة مهمة وهي البناء. هناك مواد غذائية للبناء، هناك مواد غذائية للطاقة، هناك الدهون أيضا لتغذية الخلايا وخاصة الخلايا الدماغية أيضا. نعم هناك الحليب اللي يعني له فيه فيتامين دي ويعني الكالسيوم للبناء العظام وأيضا للأسنان، تقوية الأسنان. يعني الطفل لازم يكون عنده نظام غذائي صحي متكامل ومتوازن. طبعا متوازن نظام أيضا صحي متوازن ربما ما يحتاجش تكليف أيضا، يعني بأبسط ربما المواد المتاحة، بأبسط الفواكه الموسمية الموجودة. نعم احنا دائما ننصحوا نقولوا لازم الانسان ياكل الفواكه الموسميه، الخضر ايضا الموسميه. نعم. كي نقولوا الاطفال احنا المشكل للعويص اللي راهو يعني الان هو انه الفطور، نهضروا على الفطور تاع الغذاء الصباح تاع الصباح، الفطور الصباح. وعلى ما اظن دكتوره هي الوجبه المهمه ايضا بالنسبه نعم. للتلميذ، لانه بها اللي يروح للمدرسه، بها اللي يقابل الاستاذه، بها اللي ربما هذيك ربما يتحكم في قوه الذاكره. نعم. حتى التركيز. شوفوا فئه من الاطفال ربما يحب يرقد معه في المدرسة، يحس بالخمول، يحس بالتعب، برغم أنه يعني كانت عنده ساعات كبيرة من النوم، لكن ربما هذا فطور الصباح عنده أهمية كبيرة في نشاط ذلك التلميذ، حتى المردود الدراسي أيضا. نعم، لأنه إحنا لما نقول الفطور الصباحي، لأنه النهار يعني عندنا النهار يعني الأكل خلق يعني لازم ناكله في النهار ماشي في الليل. صح. صح. لأنه الليل حيكون يعني فترة راحة تاع الجسم أنه يجهز نفسه لهذاك النهار مش الإنسان. نعم، إذا لازم فطور الصباح يعني مهم جدا للأطفال. اذا هو سهل جدا برك احنا يعني نظرا لل يعني التسارع ونظرا لل نعم الناس تغير يعني نمط المعيشه، نمط المعيشه اللي تغير والعائله ايضا واصبح ربما وتيره العيش متسارعه اليوم. لكن احنا يعني المهمة تاعنا اليوم هي التحسيس والتوعية أيضا والابتعاد ربما عن العادات السيئة والسلبية أيضا التي تؤثر سلبا على صحة تلاميذنا وصحة أبنائنا أيضا. طيب دكتور، لو نقترح ربما برنامج جد بسيط بالنسبة، نبدأ ربما وجبة الصباح. نعم، إذا نروح لوجبة الصباح اللي أغلبية الأولياء يعني قصوها. أنا نشوفه باللي الطفل ينوض الصباح يدوه ديريكتوم للمدارس يعني بدون فطور الصباح. وهنا الكارثه انهم يجوزوهم وين المواد يعني اللي وين يبيعوا يشروا اشياء اللي احنا ننهوا عليها هي السكريات. اذا الفطور الصباح اللي تريز امبورطون تفهموهم انهم الصباح الطفل لازم لما ينوض الصباح الطفل لازم ياكل، يعني هكا باش كي يروح المدرسه واش ياكل. نعم، اذا واش ياكل الطفل؟ هي في الصباح من المهم اننا نحو السكريات. يعني اخر الدراسات تقول فطور الصباح لازم يكون متكون من بروتينات وايضا يكون متكون من دهون. لما نقولوا بروتينات ودهون يعني اي شيء، يعني كما نقولوا اقل شيء هو بيض، اقل شيء. يعني صباح الطفل ياكل بيض مع باغيزومبل ياغورت يكون ناتشورال ولا مع فواكه. ايضا يقدر ياكل خبز وجبن، يعني خبز وزيت الزيتون. صحيح. يعني زيت الزيتون نعم، زيت الزيتون هي كانت عادة قديمه. نعم، دهون صحيه زيت الزيتون. نعم، من الدهون يجب استرجاعها ايضا. نعم. في فطور الصباح. نعم. نعم. إذا هادو هما يعني أنواع تاع الفطور تاع الصباح، وهي قلت لك نحو يعني السكريات، لأن السكر راح يدير له نشاط يعني في مدة مؤقت ويعاود الطفل يحس بالجوع. أما إذا كلا يعني حاجة اللي تشد له مدة تاع الصباح يعني حتى وقت الغداء، إذا نحن ننصحوهم أنه يعطوهم بروتينات. البروتينات نهضروا على اللحوم، نهضروا على الأسماك، نهضروا أيضا على الدجاج وأيضا البيض. يعني قلت لك أضعف شيء هو البيض. يعني صح. الطفل الصباح يعطوا له حبة بيض ولا يعطوا له شوية خضروات. بازم كاين كيما دوكا موسم الخضر
عندنا يعني متنوعه. صحيح. اشياء متنوعه، وقلت لك اضعف شيء انه خبز وجبن، لان احنا العادات تاعنا اننا الصباح نشربوا قهوه حليب. صحيح. ماذا عن الحليب ايضا؟ للحليب للاطفال مهم جدا. نعم. الحليب للاطفال، نعم، للكبار، للكبار يعني نوصلوا ان سارتان اج، نعم الحليب يعني نقدروا نستغناو عنه. ما كاش مشكل، ولكن للطفل، الطفل الحليب مهم جدا، سورتو في الفتره يعني كيكون صغير، يعني صغير كيكون يعني بعد الولاده يحتاج للحليب ايضا، لانه بعد ذلك، لان الحليب ايضا فيه بروتين، بعض الاطفال اللي ما يتحملوش البروتين تاع الحليب. الوغ نقدروا نبدلوا الحليب قلت لك بالياغورت. نعم. او الزبادي كما نقولوا، كما يقولوا زبادي. نعم. لانه احسن، احسن لي، نعم احسن. نعم. لانه فيه الداخل يعني بكتيريا اللي يحتاجها الجسم تاعنا. صحيح صحيح. نعم. طيب دكتورة أيضا سيفواني، نتحدث عن ربما مشكل جد عويص بالنسبة خاصة للأولياء ولأثر سلبا على صحة التلاميذ والأطفال أيضا، وهو ربما الاعتماد، يعني الاعتماد تماما على اللمجة بدل فطور الصباح المتوازن. نعم. واش نهضروا يعني قلت يعني لما نقولوا يعني اللمجة نقولوا عصير المعلبات. نعم. معلبات بسكويتات ايضا بسعرات حرارية جد مرتفعة الى اخره. الى اخره. نعم. هذا واش قلنا، غذاء، لما نقولوا غذاء متكامل ومتوازن. لانه لازم الانسان ياخذ الاكل تاعو اللي يحتاجه. يعني هنايا لازم، هناك عمليات حسابيه اللي نقوموا بها. لازم السعرات الحراريه تاعنا لازم ما نزيدوش عليها. يعني كل انسان، كل فرد او الطفل عنده السعرات، السعرات الحراريه التي يحتاجها. يعني ما كاش يعني ماناش الكل عندنا نفس السعرات الحراريه. صحيح. يعني كل جسم عنده سعرات حراريه وخصوصيته. اذا لما نقولوا فطور صباح، لانه زمان يعني زمان كان فطور صباح فيه زيت الزيتون، فيه الخبز، خبز الطاجين. صح. كان فيه، كانوا ياكلوا يعني حوايج طبيعيه، وكانوا ياكلوا صباح، كانوا ياكلوا، كانوا الزيتون، كانوا ياكلوا الجبن، كانوا يخدموا مما الرايب، كانوا ياخذوا اكلات اللي تشد لهم. ولكن للاسف مع اليوم نشوفوا باللي فطور الصباح تنحى ودرنا اللمجه. المشكله تاع اللمجه هذه هي الوجبات هذه السريعه، يعني العصائر اللي ما نعرفوش المكونات تاعها، اللي اغلبيتها ماء وسكر. يعني فيها اضافات مواد حافظه. صحيح. فيها ملونات. مقوله الدكتور بنشر نوجه له التحيه من هنا من برنامج هذا الصباح، دائما يقول يعني انك تعطي التلميذ ولا ابنك رايح المدرسه كل يوم ربما علبه عصير، ولو انه مكتوب يعني عصير طبيعي وكذا بدون اضافات، لكن يبقى عصير، مصنع. يعني كل يوم نحسبه، لو نحسبه كل يوم ذلك التلميذ ياخذ معاه عصير معلب، رانا نحضروا في رجل مستقبل او مرأة مستقبلا عندها مرض السكري، او تعاني. نعم. حتميا يعني بمرض السكري. السكري، نعم. رانا واش هضرنا، يعني قلنا لما يكون الاكل صحي منذ الصغر راح الفرد يكون صحي في المستقبل. صحيح. اذا كان الاكل غير صحي راح الامراض، هذه الامراض المزمنه راح تجي، يعني سواء الضغط الدموي او السكري او الغده الدرقيه، هذو ما كامل. نعم نعم. ايضا دكتوره لو نتحدث بلغه الارقام، ايضا رانا نشوفوا الارتفاع الرهيب بالنسبه لي ربما السكري لدى فئه التلاميذ، لدى. نعم. فئه الاطفال ايضا. يعني ارتفاع جد محسوس، ربما هذا راجع لنظام الغذائي ايضا غير المتوازن ايضا. نعم، لانه انا كطبيبه يعني في الصحه المدرسيه انا نشاهدوا زياده الوزن، السمنه، امراض السكري. اذا انا لما نروح للمدرسه ونشوف اللمجه، يعني حنايا ننصحوا الاولياء اشاك فوا نهضروا لهم اللمجه لازم تكون لمجه صحيه. كيف نقدروا دائما الاولياء يسقسوا يعني كيفاش نقدر انا نمد، ما هي الوصفات؟ ربما تلك العلبه بطريقه جد جميله حتى نجلب الطفل. نعم. إليها. لكن تكون علبة صحية، نبتعد. نعم. عن السكريات، نبتعد عن العصائر المصنعة. كيف يعني هي شوفي طريقه بسيطه جدا. نعم بسيطه جدا. اذا علبه اللمجه نلعبوا على الالوان، لانه الاطفال يحبوا الالوان. صحيح. نديروا كيما الخيار راهو جد صحي، كيما الطماطم، الجزر ايضا، عندنا المكسرات. صحيح. يعني شويه زبيب، شويه يعني على حسب القدره تاع الفرد بيان سور. ايضا قلت لك حبه بيض، التمور، انا يعني
التمور، التمور مليئه بالالياف. يعني شوفي انا نقول لهم هادو يعني يقدروا ما فتره الفروض، الفروض نعم. الفروض يديروا كريات الطاقه. واش يديروا في كريات الطاقه؟ بعضهم يديروا العسل، العسل الحر، كاين عسل الحر، عسل الحبه السوداء، كاين عسل السدر، يعني كاين نعم. انواع العسل الطبيعيه. صح. يعني مع التمر، يديروا مع التمر مع قلتلك الجوز، كاين ايضا الجنجلان كما نقولوا حنايا، جد صحي السمسم. نعم. السمسم جد صحي للاطفال. يعني يديروا لهم كريات ويعني يرمضوهم باغ اكزومبل، يعني مثال في الكاكاو، الكاكاو ايضا مليح. يعني ما نديروش الشوكولا، نديروا الكاكاو. او يعني نقدروا يعني هذه للاطفال، يعني نقدروا نستعملوا الشوكولا السوداء. صحيح. لانها مليئه بالكاكاو. نعم. اذا بالنسبه للهم جاي ياخذوا الخضر، ياخذوا الجبن ايضا، يقدروا ياخذوا خبز وجبن، يقدروا ياخذوا قلت لك شويه مكسرات، شويه زبيب، طماطم، الخضر الموسميه كما البسباس، كاين ايضا الفواكه الموسميه كما دوكا وقت البرتقال. يعني يقدروا ياخذوا فاكهه، ولكن فاكهه وليست، لانه هناك فرق بين لما ناكلوا فاكهه ولما نشربوا العصير، لانه الفاكهه يعني مليئه بالالياف، بالالياف هي محافظه على الالياف، لكن لما نروحوا العصائر لان هاي المشكل، المشكل انه العصائر، العصائر حتى العساكر، العصائر الفواكه لان فيها الفركتوز، يعني راح تطلع شويه سكر، ولكن لما ناخذ الفاكهه يعني باليافها راح تكون يعني تكون نسبه ارتفاع السكر في الدم راح تكون بطيئه، وراح تكون يعني في مده زمنيه معينه، يعني تكون مده زمنيه طويله، يعني نتيجه للالياف، لانه يعني الالياف يعني يبطئوا عمليه ارتفاع السكر في الدم. يعني ماشي كيما ناخذوا عصير تاع برتقال ولا عصير كيما موسم الرمان، موسم لازم يعني يعني كيما نقولوا حنايا ننتهزوا الفرصه. صحيح. يعني في هذه المواسم هذوما وناكلوا الفاكهه يعني الموسميه. نعم نعم. بالنسبه ايضا قلت لك كيما المكسرات للذكاء، ايضا عندنا يعني الاسماك اللي يقدروا يعني كيما الاسماك خصوصا يعني الدهون، الدهون الغير مشبعه. صحيح. التي يعني تغذي الخلايا تاعنا الدماغيه، وخاصه نعم. الجوز كيما قلت المكسرات يعني راح يمدوا الطفل راح يكون يعني ذكي، وراح يكون عنده يعني في القسم راح يكون عنده نتائج جيده. نعم نعم. طيب دكتوره سيفواني، اكيد من خلال معاينتكم في المدارس وايضا اكيد كان عندك ذلك الاحتكاك مع التلاميذ، ربما نتحدث عن الحالات ربما اللي شفتيها خلال المعاينه المدرسيه من ربما السكري، من السمنه المفرطه، زياده في الوزن لدى الكثير من التلاميذ، ربما حتى بعض التلاميذ اللي يعانيوا من الخمول ايضا، وبالتالي هذا ياثر على التركيز وياثر على المردود الدراسي ايضا. نعم، لما يكون يعني لازم نفهموا انه الاكل يكون على حساب يعني البرنامج تاعنا اليومي. نعم. لما ناكل وما نتحركش، لانه الطفل اللي ياكل، يعني احنا المشكل تاع هذوما الاطفال اللي عندهم سمنه او عندهم زياده الوزن، لما نستدعوا الاولياء ياكلوا، يعني عندهم يعني ياكلوا الاكل، يعني يحبوا كثره الاكل، وخاصه توسكي عجائن الاكل السريع، المشروبات الغازيه. لما نفهموا الام، انا يعني نعطيهم نصائح للام، نقول لهم يعني لما لازم تصغروا الصحن، لازم الصحن اللي نحطوا فيه الاكل كامل العائله، معليش كامل العائله نصغروا، باش هكا الكميه تاع الاكل لما يشوفها الطفل في الصحن تاعو تبان له كميه كبيره. ولازم يغيروا خلاص دوكا ما نحكوش على هذوما الحميه وكاع، نهضروا على الصحن غذائي صحي. لازم الصحن، لازم يعني نفهموا انه الطفل صغير او يعني كبير الصحن الصحن تاعنا لازم يكون متنوع. نعم. لازم يكون فوق، يعني احنا نقسموه على ثلاثه. نعم. يعني احنا تعلمنا ان نقسموه على ثلاثه. صحيح. نديروا ان تيغ تاع البروتينات، يعني تكون سواء بيض سواء دجاج، يعني ربع الصحن يكون عباره عن بروتينات، الربع الاخر يكون عن كربوهيدرات او نشويات، كبعضهم شويه رز، شويه يعني معجنات، وايضا دوكا يعني متوفرين. صحيح. المعجنات القمح الكامل، الكامل. يعني صحيح. يعني الحمد لله. نعم. الرز الاسمر او الاسود، وايضا اما النصف لاسيات الاخرى نديروها خضر. خضر نقدروا نقسموها يعني سلطه، ونديروا يعني شربه خضار، يعني عندنا الخيارات، خصوصا دوك مع يعني ان شاء الله يدخل فصل الشتاء، نديروا يعني دي سوب، نديروا شربه عدس، شربه فاصوليا. نعم. فاصوليا. نعم. شربه تاعنا يعني نعرفوها كامل، شربه تاع فيرميسيل، يعني المهم نوعوا في الاكل ديالو. اما بالنسبه للخمول، طبعا الطفل اللي ما يمارش، اللي ياكل ويلعب
يعني مقابل التلفزيون ولا يعني عنده الهاتف وما يتحركش. نعم هذه هي السمنه راح تكون يعني الطفل راح يسمن. اذا نحن نوصوهم اكل صحي متنوع متوازن وايضا ممارسه الرياضه. طيب ربما كل هذه النصائح كيفاش كان نعاود نرجع لك للسؤال، ربما العبارات اللي استعملتيها او ربما ذلك الحوار اللي استعملتيه بالنسبه لفئه التلاميذ من خلال معاينتكم المدرسيه اللي تقوموا بها ايضا، يعني كيفاش يتقبل أنا الطفل اليوم انه يدي معاه لمجه صحيه، انه يدي معاه خضار، انه يدي معاه ربما هذا الطفل يميل دائما للسكريات، يميل دائما للحلويات، يميل دائما للاكل السريع ايضا. نعم شوفي لازم الطفل تاعنا ما نديروش معاه ممنوع، لازم نحو كلمه ممنوع، ما تاكلش هذه ما تاكلش هذه، هذه لازم نحوها، وايضا لازم نحو كلمه انك يعني كدير حاجه مليحه نعطيك حاجه يعني نمد لك نكفكك بحاجه حلوه ولا نكفك بالاكل هذه، لا لازم الطفل نحببوه في الاكل الصحي. كيفاش نحببوه في الاكل الصحي؟ لازم ناكلو الكل ناكلو نفس الاكل، لازم نلعبوا على الالوان. اما في المدرسه يعني حنايا ننصحوا انه يكون لمجه تكون نسوى موحده يعني هكا حتى الطفل يعني التحسيس. دكتوره مهم جدا التحسيس، لانه لما تكلمي من تكلموا مع التلاميذ والاطفال ايضا تقولوا انه شوف نعطوا له عينات مثلا، التلاميذ يعني ربي شافيهم يعانيوا من مرض السكري، يعانيوا من السمنه المفرطه ايضا اللي راهو ربما مشكل عويص، ومرض العصر ايضا، يعني يجب الاقتداء ربما بهذه الامثله ايضا للتحسيس وتوعيه التلميذ، التلميذ اليوم. نعم لانه الطفل اللي انا يعني نفهمهم الاطفال نقول لهم يعني يعني هذيك السمنه مضره، لما تطلعوا باغ اكزومبل في الدرج راح تعياو، يعني ما تقدرش تمارس الرياضه. نعم كاين اطفال اللي السمنه تمنحهم صحيح. انهم يمارسوا رياضه لانه ما لا يستطيع مسكين بسبب الوزن الزائد. يعني نعطوا لهم هكا نروحوا معاهم بالعقل نفهموهم. انا يعني في اغلبيه الاحيان لما نشوف هذه الحالات نستدعي الاولياء يعني عندي المكتب وندير لهم حصه خاصه يعني على حول الاكل الاكل الصحي. كيفاش يتقبلوا الاولياء ربما هذا الحوار؟ يتقبلوا لا يتقبلوا يتقبلوا الحمد لله. يعني هي صح ما راهيش سهله تقول لك انا الطفل تاعي، لانه نشاهد انا يعني شاهدت انا الاولياء عندهم شويه تلقاهم ستريسيين شويه اكثر من اولادهم. باغ اكزومبل كيما فتره الفروض فترة الامتحانات الوغ هما واش يديروا بالقوة يعني يقراوا لا قرا يديروا واجبات حتى الاولياء ولو يديروا واجبات سريعه. يعني هنا نفهمهم باللي لا نعم الطفل صح يقرا نظمي له وقته باش يقرا، ولكن فهميه ايضا على الاكل الصحي. تقول لك يحب ياكل، تقول لك انا وليدي يحب ياكل كيما وحده ام يعني هذه ماهيش عندهاش بزاف جات عندي تقول لي انا ياكل عندي ويروح ايضا عند جدته ياكل. وانا كي نقول لهم ما يحبوش اي نعم تقولها خليه يعني ياكل، نقول لها لا انا صحه الطفل هنايا كي تكون صحه الطفل نعم لانه السمنه واش راح تجيب؟ نعم السمنه راح تجيب امراض خطيره. نعم خطيره بغض النظر على التاثير خطيرة على يعني الدراسي ايضا دكتوره بيان سور، لان صحيح. الطفل مسكين تلقاه زياده في الوزن، اذا اولا نعم. التنمر وايضا نعم. التنمر صحيح. يعني نفسانيا تلقاه نفسانيا نعم. ماهوش مليح، تلقاه مسكين في الجسم تاعو هو ما راهوش مليح صحيح. يعني مسكين ما يقدر يجي مع الاطفال في الساحه، وخاصه انهم راهم يديروا الرياضه. نعم يعني ادراج الرياضه المدرسيه صحيح وهذا نعم. اذا مسكين نعم انا تشوفي الاطفال يجروا هو مسكين ما يقدرش يجري نعم. شويه يعني يا لازم الاولياء يعني هنا نصيحه للاولياء انهم ما يقلقوش الاطفال تاعهم في فتره الفروض ولا فتره الاختبارات، لان انا نظن باللي الاولياء ولاو يركزوا بزاف على النقاط أكثر من صحة أطفالهم. من الغذاء الصحي. من الغذاء الصحي. المتوازن. إذا دائما نقولوا الصحة والسلامة لأبنائنا، وهذا أكيد سيؤثر على مردودهم الدراسي باختيار ربما نظام غذائي صحي بدون تكليف، دائما نقولوا بدون تكليف. كل شيء راه متاح من خضر موسمية، فواكه موسمية. شكرا جزيلا لك دكتورة كريمة صفواني. إذا أذكر أخصائية في الصحة العمومية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية القبة العناصر. شكرا جزيلا على كل هذه الاستفاضة. يعني شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا لكم. إذن مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة.
إلى ملف الأمن والسلامة البرية، ودائما في الشق التحسيسي أيضا وفي ظل التقلبات الجوية التي تعيشها معظم ولايات الوطن. سنناقش إذن خصوصية السياق في ظل هذه الأوضاع الجوية. أيضا للحديث أكثر في هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد أول مقدم ضيف بلحية ممثل عن قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني. أهلا بك سيدي وشكرا لتلبية الدعوة. صباح الخير أخت لميا وصباح الخير لجميع المشاهدين الكرام. شكرا جزيلا. إذا المقدم ضيف، دائما نرجع إلى لغة الأرقام والإحصائيات وذلك الارتفاع المحسوس لحوادث المرور برغم كل آلية الرقابة، برغم كل آلية الردع. أيضا دائما لازلنا نسجل ارتفاع محسوس، حتى أصبحنا نسميه أو نستعمل مصطلح إرهاب الطرقات. من هو المسؤول الأول؟ فعلا كما أشرت الأخت، ظاهرة حوادث المرور رغم كل المجهودات المبذولة من كل الفاعلين، من طرف كل الفاعلين، لأنه هذه الظاهرة ما زالت مستمرة، ما زال عدد كبير من الحوادث، عدد كبير من الوفيات وعدد كبير من الجرحى. المسؤول هو دائما هو العنصر البشري من خلال عدم التقيد بقواعد السياقة السليمة وعدم احترام قانون المرور. ونذكر هنا بالعنصر البشري خصوصا سواق المركبات وتورط المارة في حوادث المرور. المارة وهم اللي يمشوا على رجليهم، مقبل ما كانش نسبة المساهمة في حوادث المرور كانت ضعيفة، مؤخرا أصبحت المساهمة عدد كبير من حوادث المرور يتورط فيها عدد كبير من المارة أو المشاة. طيب نتحدث أيضا، نرجع إلى الحديث حول ربما حالة الطرقات بالنسبة لنهار اليوم. حال طرقات النهار اليوم ونظرا لتساقطات المطر التي عرفتها خصوصا هذه الليلة. حركة المرور بطيئة جدا، اختناق مروري كبير خصوصا بالمناطق العمرانية، خصوصا بالمدن الكبرى على غرار العاصمة وهران سطيف حتى قسنطينة. حركية بطيئة، نقاط سوداء للأسف فعلا. حركية بطيئة جدا أدت إلى اختناق مروري كبير نتيجة لتخفيض السرعة في ظل التساقطات المطرية، خصوصا المناطق كذلك المناطق الداخلية، وجود الساقية، وجود الضباب، وجود هذا ما يؤدي إلى حركة مرور بطيئة جدا تؤدي إلى اختناق مروري. ننصح مستعملي الطريق الحيطة والحذر خصوصا الإفراط في السرعة. طيب دائما نعود نذكر أو نتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي ربما ساعات الذروة أو أوقات الذروة. دائما نشوف الناس ربما يستعملوا الطرقات يقول لك انا باش ما تقيسنيش اوقات الذروه. ما هي هذه اوقات الذروه اللي تكون عاده في فتره الصباح وحتى ايضا في فتره المساء، واحيانا نشوف اوقات الذروه لا تنتهي ايضا خاصه في الطرقات السريعه. وقت الذروه هو الوقت الاكثر الوقت اللي يعرف اكثر حركيه مروريه كبيره على غرار الفتره الصباحيه من 7:30 حتى 8:30. هو وقت وانه كل المواطنين الخروج للعمل حتى تلاميذ الخروج للعمل والتنقل في ظرف وجيز وهو في ظرف واحد في وقت واحد، هذا يؤدي الى اختناق مروري كبير. وهذا وقت الذروه الصباحيه، اما في المساء هو وقت الخروج من العمل والعوده الى المنازل، هذا كذلك تعرف حركيه مروريه كبيره، اختناق مروري كبير. كما اشرتي بعض المحاور لا تنتهي بها الزحمه المروريه مطلقا، وهي بعض المحاور الكبرى المؤديه للمداخل المدن، وهذه تكون خصوصا يوم السبت يوم العطله وين تكون الناس تخرج معظم العائلات لقضاء حاجياتها وحتى للتنزه. هذا اليوم يكون دائما منذ الصباح حتى الى المساء يكون دائما زحمه مروريه كبيره. هنا المستعمل الطريق اللي ننصح مستعمل الطريق اللي ما عندوش ضروريه الا ما يتناقش الا الضروره حتميه او عدم استعمال المركبات استعمال النقل الجماعي، وكذلك اختيار وقت التنقل لازم تكون على درايه بالوقت التنقل وين تكون حركه المرور ضعيفه شويه لتفادي الاختناق ولتفادي ايضا هذه الذروه. طيب ربما حصيله حوادث المرور بالنسبه ل 24 ساعه الفارطه. ما عنديش اي حصيله دقيقه حوادث المرور، ولكن في هذا نهايه الاسبوع هذا ما كانش عندنا حوادث مروريه يعني خطيره، ما كانش عندنا عدد كبير من الحوادث، ما عندناش عدد كبير من الوفيات، الا انه حادث واحد نحس بلي مازال ما اديناش الواجب علينا، حادث واحد معناها فيه ماساه، حادث واحد فيه وفيات، فيه جرحى. هنا لازم القضاء على كل هذه المظاهر السلبيه خلال تكاتف الجميع واليد في اليد، لانه ظاهره حوادث المرور الكل معني بها التقليل من هذه الظاهره. نعم. طيب المقدم ضيف، نتحدث ايضا في ظل التقلبات الجويه كما ذكرنا التي تعيشها معظم ولايات الوطن، ربما خصوصيه السياقه في ظل هذه الاوضاع. فعلا فترة التقلبات الجوية السياقة فيها لا
تختلف كثيرا عن السياق في الظروف مثلا الجويه المعتدله كما الصيف او حتى الربيع نظرا للتساقطات المطريه وجود متقلبات جويه متعدده غرار الضباب على غرار الظلام الحالي خصوصا في العشيه 5:30 راها مغرب 5:30 قصر الفتره الامسيه الصباح راح تكون فيه النداوه راح يكون فيه ساقيه راح تكون اذا ما كانش فيه امطار هذا ما يؤدي الى قله التصاق العجلات بالارضيه ما يؤدي في حاله ما اذا الفرمله وعدم احترام مسافه الامان راح يؤدي الى التصادمات وحتى التصادمات التسلسليه اللي شفناها في عدد كبير من المناطق على غرار بعض المنحدرات منحدر 5 مليانه اللي شهد حادث مرور معقد جدا نتيجة لاصطدام تسلسلي عدد كبير من المركبات وهو ناتج عن عدم احترام مسافة الأمان والإفراط في السرعة. نذكر كذلك منحدر الجباحية اللي يعرف ليسمى بمنحدر الموت رغم أنه الكل يعرف منحدر الجباحية من أصبح معروف على المستوى الوطني إلا أنه مستعملي الطريق يواصلون الإفراط في السرعة في هذا المقطع من الطريق رغم أنه معروف بخطورته بمنحدره بمنعرجاته. هذا المنحدر عرف تسجيل عدد كبير من الحوادث عدد كبير من الأرواح سواء في الضحايا أو حتى في الجرحى. ننصح مستعمل الطريق فيها بمثل هذه المقاطع السوداء من الطرقات هو الحيطة والحذر خصوصا عدم المناورة الخطيرة وعدم الإفراط في السرعة. كذلك مقطع برج بوعريريج اليشير هو كذلك يعرف في اتجاه العاصمة يعرف تسجيل عدد كبير من حوادث المرور. هذه المقاطع الثلاثة ننصح مستعمل طريق الحيطة والحذر وعدم الإفراط في السرعة في هذه المناطق. نعم طيب نتحدث أيضا عن أهمية مراجعة المركبة وأهمية أيضا المراقبة التقنية للمركبات. المراقبة التقنية للمركبات هو الاطلاع على الأعطال اللي تكون بالمركبة تاعك. هناك المراقبة التقنية الدورية أو اليومية. يعني نتكلم ربما المراقبة اللي يقوم بها الشخص أولا، المراقبة المبدئية، ثم نتحدث أيضا عن أهمية أيضا المراقبة التقنية تكون عند أخصائيين تقنيين في مجال الميكانيك في مجال مراقبة التقنية للسيارات. نعم. المراقبة الدورية اليومية اللي يقوم بها سائق المركبة أو مالك المركبة تكون يوميا لما يجي به يشغل المحرك تاعو يدير دور على المركبة تاعو يطلع على العجلات يرفع غطاء المحرك يطلع على مستوى الزيوت ومستوى الماء حالة العجلات مساحة الزجاج نظافة الزجاج هذه الأضواء أيضا فعلا الأضواء لأنه الأضواء هي لغة التواصل ما بين مستعملي الطريق بالإضافة إلى المراقبة الدورية اللي تكون عند المختصين أو التقنيين لما تحس بلي المركبة تاعك ممكن الحالة تاعها تحسها بلي ممكن فيها أعطال فيها تصدر أصوات هنا راح تديها إلى المختصين لغرض الاطلاع على الأعطال اللي تكون فيها. المراقبة الدورية المفروضة قانونا والعاقب عليها القانون في حالة ما إذا لم تتعرض إلى هذه المراقبة التقنية أيضا فعلا هي المراقبة الدورية القانونية لأخذ المركبة على للعرض على محطات وكالة المراقبة التقنية لغرض الاطلاع والتدقيق والاطلاع على الأعطال اللي ممكن تكون في هذه المركبة وما تكونش. هنا مالك المركبة لما يتعامل مع صاحب الوكالة الغاية منه أنك ديت هذه المركبة الغرض منه هو معرفة الأعطال اللي أنت ما قدرتش تكتشفها صحيح إلا أنه بعض هذا هو السؤال يعني الفرق ما بين أنه الشخص العادي يقوم بمراقبة السيارة وأيضا الفرق ما بين أنه السيارات يعني تراقب من طرف أخصائي في مجال المراقبة التقنية للسيارات. هناك أعطال ما تقدرش تكتشفها بالعين المجردة لازم المختصين ولازم هناك أجهزة اللي تؤدي إلى ما تقدر تكتشف هذه الأعطال. على مالك المركبة هو أنه يطلب من العامل بالوكالة هذه يقول له خرج لي مختلف الأعطال باش انا نرجلها الا انه المعمول به هو انه بعض خصوصا المركبات القديمه ياخذ المركبه ويقول له تخرج لي غير هذيك الوثيقه دير لي فيها ايطانيوم ما فيها والو هذا الخطا كبير ويعرض مستعمل التاريخ الى عدد كبير من الحوادث المروريه. نعم وايضا تاثير ايضا واهميه هذه الوثيقه خاصه بعد رقمنه كل وكالات المراقبه التقنيه للسيارات اهميه هذه الوثيقه في الحد من حوادث المرور. وقبل ذلك ننتقل بكم مشاهدينا الى قسم الاخبار وموجز لاهم الانباء من تقديم الزميله نجوى عبد العزيز. صباح النور نجوى. صباح الخير لمياء، صباح الخير مشاهدينا الكرام، القاكم في موعد اخباري بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا.
في المستهل وبتكليف من رئيس الجمهورية يشارك وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بمدينة سوتشي الروسية في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية الروسية. وعلى هامش الأشغال أجرى عطاف أمس محادثات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول الإفريقية، حيث تحدث مع كل من وزير شؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية جيديون تيموس تيوس وزير الشؤون الخارجية والتعاون ببوركينا فاسو جون ماري كاراموكو تراوري وكذا وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية بنين أولوشيغون أجادي بكري. اللقاءات استعرضت علاقات التعاون والشراكة البينية وبحثت سبل الرقي بها إلى أفاق أرحب، كما تناولت عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. يعرثر اليوم جثمان المجاهد الراحل رشيد مخلوفي لاعب فريق جبهة التحرير الوطني ومدرب المنتخب الوطني والرئيس الأسبق للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم بمقبرة العليا بالجزائر العاصمة. جثمان الفقيد الذي وافته المنية خارج الوطن عن عمر نهز 88 عاما وصل ليلة أمس إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين. وكان في استقبال الجثمان وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد البيغا وأسرة الفقيد وأقاربه وعدد من أصدقائه. يحصلنا الشرف باش جاء من البلاصة وين كان ساكن فيها يقتل فيها باش رجع لبلاده، ويعني ليزوتوريتي كامل داروا مجهود واحد ما يتصورش، والحمد لله رانا فريمون فرحانين بزاف اللي ما خلاوه والو باش جابوه وتهلاو فينا والحمد لله. بلغنا تعازي الخاصة لسيد رئيس الجمهورية لأرملة الفقيد ولنجله والعائلة، وهذا إنما يدل على ذلك الاهتمام البالغ الذي وليه سيد الرئيس لكل رموز الوطنية بما فيهم فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم. من المعلوم وما يعرف أن هذا الرجل هذا الفقيد هذا المجاهد هو ورفاقه قد لبوا نداء جبهة التحرير ليلتحقوا بفريق كرة القدم ولينشئوا فريق كرة القدم. هذا الفريق الذي لعب دوره ولعب أعضاءه كسفراء للقضية الوطنية الجزائرية. إنا لله وإنا إليه راجعون. تتواصل فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته 27 بقصر المعارض صنوبر البحرية. الصالون يعرف رفوفه أو تعرف رفوفه مؤلفات عن أدب المقاومة والانتصارات التي سجلها تاريخا. من الجميل في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة أن موريتانيا المعروفة ببلد المليون شاعر تحل ضيفا على بلد المليون شهيد، وهناك نقاط جسور التقاء ثقافية كبيرة، وهناك نقاط التقاء بارزة يوحدها الدين والثقافة والمصير المشترك بين البلدين. هنالك في موريتانيا اهتمام بنقد تجربة الاستعمار في موريتانيا. هذا الاهتمام موجود أساسا في الكتب التاريخية أو الكتب التي تحاول أن تقدم رؤية لتاريخ موريتانيا في حقبة الاستعمارية والمقاومة. سلاح الكلمة لا يقل عن سلاح الحرب أو سلاح المقاومة، لذلك كل الكتاب مهتمين بالخوض في الأدب، في الأدب السياسي تحديدا، أدب السجون التي تؤرخ للانتهاكات المغربية في السجون في حق المعتقلين السياسيين، في حق النشطاء الحقوقيين. ودور كذلك رسائل تخترق حواجز الصمت التي حاولوا تسجيل القضية الصحراوية بها، حيث نقرأ لمذكرات ورسائل من الأسرى المدنيين الصحراويين كمعتقلين السياسيين في ذمة الاحتلال المغربي. وصالون الجزائر الدولي للكتاب فضاء يلتقي فيه الناشرون والكتاب العرب لمد جسور التقارب وتعزيز التبادل الثقافي.
كان المعرض بزاف هايل، بزاف ناس ما شاء الله من جميع الدول. لقيت فيه الكتب اللي نعرفهم الكتب اللي ما نعرفهمش. كاتبة من واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن بالنسبة لي أن الإعاقة ليس عاق، لأنه من يريد شيء يصل إليه. شاركتنا في كل الطبعات بما فيها هذه الطبعة هي لتأكيد وجود دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، وحضورنا دائما في كافة النشاطات الثقافية وغيرها التي تنظمها دولة الجزائر الشقيقة. وهذا الإقبال لم نره في أي معرض من معارض الكتب العربية الأخرى. في هذه السنة من أهم العناوين التي يطرحها موسوعة الناشئة، وهي موسوعة موجهة للناشئ العرب للتعرف على عمان، على يعني التراث الثقافي العماني. أنا سعيدة اليوم بتوقيع ديواني الجديد، لأني أعتقد أنني أسترجع ولو قليلا ثقتي مع الجمهور، لأن جمهور الشعر في الجزائر قلما نجده بهذه الكثافة وبهذا الجمال البهي. المعرض الدولي للكتاب في الجزائر فرصة لكي نتواصل ونوقع مشاعرنا بالقلم وجها لوجه مع صاحب الإعجاب. دوليا، وفي تطورات حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، ارتقى ما يقارب 50 شهيدا، حيث أعلنت مصادر طبية فجر اليوم عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين في قصف على منزل قرب حي الصبرة جنوبا، فيما ارتقى 3 آخرون من المفرج عنهم حديثا بمنطقة سودانية، واستشهد 6 جراء قصف طائرات الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين بشارع يافا، كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف على حي الشجاعية موازاة مع استشهاد صحفيين شقيقين ووالدهما بحي التفاح شرقا. يحدث هذا في وقت يشهد فيه شمال القطاع بوادر مجاعة شاملة. وبمخيم جبالية ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون، فيما استشهد فلسطينيان في قصف مسكن بجبالية البلد، وارتقى شهيد آخر ببيت لهية، فيما استشهد مدنيان في استهداف الاحتلال لخيمة نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. في لبنان، لا يزال الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب مزيد من المجازر باستهداف عدة مناطق في البلاد وبخاصة منها الجنوبية، حيث أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 33 مدنيا وعشرات المصابين جنوب وشرقي البلاد، بينهم 20 شهيدا و14 جريحا في غارات على محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان. كما ارتفعت حصيلة الشهداء بمدينة صور جنوبي لبنان التي تتعرض لقصف متواصل إلى 17 شهيدا. يحدث هذا فيما تواصل المقاومة اللبنانية إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، مستهدفة مواقع عسكرية صهيونية ومراكز إسناد لجيش الاحتلال. عودة إلى أخبار الوطن، وفي التقلبات الجوية تشهد عدة ولايات من وسط وشرق البلاد تساقط أمطار غزيرة تكون في بعض الأحيان رعدية، والتي تتواصل إلى غاية نهار الغد حسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالية كل من ولايات بازا الجزائر العاصمة والبليدة، حيث من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 و 40 ملم، وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 ملم، كما تخص النشرية ذاتها ولايات بومرداس تيزي وزو بجاية جيجل سكيكدا عنابة والطرف، حيث من المترقب أن تتراوح كمية الأمطار ما بين 40 و 60 ملم، ويمكن أن تصل أو تتجاوز محليا 80 ملم مع توقع هبوب رياح قوية. في الرياضة، وضمن مباريات الجولة 8 لرابطة المحترفة لكرة القدم، فاز فريق شبيبة الثورة على نجم مجرى بهدف دون رد، فيما تعادلت شبيبة القبائل سلبا أمام اتحاد الجزائر. أما مولودية الجزائر فقد تعادلت هي الأخرى داخل ميدانها أمام نادي اتحاد بسكرة، فيما تمكن شباب الوزداد من تحقيق أول فوز له في البطولة الوطنية بعد تفوقه خارج الديار على ترجي مستغانم بهدفين دون مقابل. هذا وجاءت النتائج الكاملة للجولة 8 من المحترف الأول على النحو التالي.
ختام هذا العرض الإخباري، نهاركم سعيد وعودة إليك لميا. شكرا لك رجوى. إذن أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من البرنامج، وفي ظل هذه النشريات الجوية الخاصة التوخي أو توخي الحيطة والحذر خاصة من طرف مستعملي الطريق السريع، وهذا هو موضوعنا دائما في الشق التحسيسي في ظل التقلبات الجوية. إذن نتحدث عن ربما خصوصية السياقة في هذه الأوضاع. إذن أذكر بضيف المقدم، ضيف أبو لحية ممثل عن قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني. كنا نتحدث عن أهمية المراقبة التقنية ودورها أيضا في الحد من حوادث المرور. كما أشرنا سابقا، المراقبة التقنية هو الاطلاع المسبق عن الحوادث على الأعطال اللي تكون عبر على المركبة الخاصة، سواء من خلال اللي تكتشفها من خلال العين المجردة أو المراقبة الدورية، أو الأخطاء الأعطال اللي ما تبانش لازم يكون هناك للكشف عليها عبر مختصين سواء ميكانيكيين أو حتى وكالات المراقبة التقنية لغرض الاطلاع والكشف عن الأعطال هذه اللي ما تبانش. الغرض منه دائما هو التصليح والوقاية من حوادث المرور. صحيح. طيب نتحدث أيضا عن نقطة مهمة جدا في ظل هذا التطور التكنولوجي وانتشار أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، شفنا عدة ظواهر مثلا معالجة القضايا ذات محتويات غير الهادفة التي تؤثر على الطريق السريع. فعلا مؤخرا قيادة الدرك الوطني عرفت معالجة عدد كبير من هذه القضايا اللي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غير التيك توك والفيسبوك. صحيح، بأنواعها. نعم، بمختلف هذه يتم تسجيل وتنفيذ هذه الأعمال أو المناورات الخطيرة عبر شبكة الطرقات، ما يؤدي إلى تدمر المستعمل الطريق، تشكيل خطر على مستعمل الطريق، وحتى خلق زحمة مرورية كبيرة. قيادة الدرك الوطني من خلال استعمال هذه الوسائل الاجتماعية، حتى يعني نشوف هذه الظواهر السلبية تروج على هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي أيضا. فعلا هي تصرفات غير مسؤولة، الغرض منها هو التشهير أو حتى ممكن الشهرة للقائمين بها. قيادة الدرك الوطني بطبعة هذه الأعمال هي أعمال غير هادفة، أعمال نشر سلوكات سلبية. قيادة الدرك الوطني تعمل على محاربة هذه الظواهر من خلال رصدها على كما أشرت على منصة التواصل الاجتماعي، التعريف بالأشخاص والمركبات للتوصل إلى المالكين والفاعلين وتوقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة. نعم، هذه بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، لكن ماذا إن ربما ضبط هذا الفاعل على أرض الواقع؟ سيتم اتخاذ ضده الإجراءات القانونية وتقديمه أمام الجهات القضائية للمتابعة الإجراءات تحقيقها وحتى تقديمه أمام العدالة. ممكن عدد كبير من الفاعلين تم تسلط في حقهم الحبس وتوقيفهم والحبس على فترات مختلفة. طيب نتحدث أيضا عن أهمية ربما القوانين الردعية وكذا الترسنة القانونية للحد من حوادث المرور. في انتظار تطبيق القانون اللي يعمل بالرخصة بالنقاط، قيادة الدرك الوطني تعمل على الشديد والردع ضد المخالفين على غرار المخالفات، عدم التسامح وعدم التهاون في ردع المخالفات اللي تسبب في حوادث المرور على غرار الإفراط في السرعة، المناورة الخطيرة بمختلف أنواعها. صحيح. العاملين بوحدة الدرك الوطني في الميدان لن يتوانوا في ضبط وردع هذه المخالفات. ومجهودات هذه أيضا الدرك الوطني يعني هي جلية أيضا في عين المكان أيضا للحد من حوادث المرور. وحدتنا العاملة في الميدانية تتواجد دائما عبر النقاط السوداء والنقاط والمقاطع السوداء. صحيح. وعبر محاور الطرقات التي تعرف كثافة مرورية كبيرة لغرض تسهيل حركة المرور وزرع الطمأنينة لدى مستعملي الطريق، وكذلك التدخل في حالة ما إذا كان التدخل السريع في حالة ما إلى لا قدر الله حادث مرور أو اعتداء عبر شبكة الطرقات. طيب دائما نتكلم عن ربما أهمية الثقافة أو أهمية تعزيز الثقافة المرورية لدى الناشئة لدى الأطفال، لكن ربما أيضا يجب إعادة تعزيز أو إعادة النظر في تعزيز هذه الثقافة خاصة لدى المواطنين أيضا ومستعملي الطرقات خاصة الطرقات السريعة. الثقافة المرورية بالي هو بيت القصيد في للحد من حوادث المرور على مستوى شبكة الطرقات في الجزائر، لأنه تشوف بعض التصرفات أنه السائق يقوم بمناورة تقول محال هذا الإنسان راه واعي، محال هذا الإنسان راه راكز، محال يكون على قد المسؤولية واش راه السياق اللي راه متواجد في الطريق، لأنه بعض السلوكات شادة جدا سلوكات
ربما تستدعي مش فقط متابعة قضائية لكن تستدعي حتى متابعة ومرافقة فعلا. نفسية لهذا فعلا. الشخص تقول هذا السلوك لازم له دراسة، لازم نتعرف عليه هذا السائق هذا، رغم أنه متحصل على رخصة سياقة، رغم أنه في العمر إنسان راشد راشد، إلا أنه يقوم بمثل هذه المناورات. نتقول تطرح سؤال، لماذا في مثل هذه السلوكيات، لماذا مثل هذه التصرفات؟ ما يفتح مجال امام تقول لازم احنا تكون فيه دراسات نفسيه، دراسات اجتماعيه لمعرفه هذه الاسباب. هذا السائق هذا لو توقفوا تعطيه درس في القانون تلقاه مطلع على القانون ويعرف كل شيء، لماذا التطبيق، لماذا عدم التطبيق، لماذا التمرد على القانون، الله اعلم. هنا لازم يكون هنا دراسات اجتماعيه نفسيه لغرض معرفة أسباب ذلك. طيب ربما الحوادث الأكثر شيوعا خاصة الحوادث المعالجة من طرفكم؟ أكثر الحوادث شيوعا هي الحوادث التي تورط فيها المركبات السياحية، تكونها هي الأكثر انتشارا والأكثر استعمالا، الأكثر تواجدا عبر شبكة الطرقات. لكن الحوادث اللي تورط فيها المركبات نقل المسافرين، نقل جميع المسافرين ونقل البضائع، هي الحوادث اللي تكون أكثر فظاعة، مؤشر خطورة فيها يكون كبير، نتيجة لطبيعة هذه المركبات. مركبات نقل مشترك للمسافرين فيها عدد كبير من المسافرين مع عدد كبير من الركاب، مركبات نقل البضائع نتيجة للحمولة اللي تكون بها ونتيجة للوزن هذه المركبات. هذه المركبات لما تورط في حوادث المرور تكون مؤشر خطورة فيها كبير، راح يكون فيها عدد كبير من الوفيات وعدد كبير أيضا من الجرح. مش فقط حوادث المرور، أيضا حتى تأثيرها سلبا على الطريق، أيضا على قارعة الطريق أيضا. فعلا هذه المركبة تؤثر كذلك على الممتلكات العامة للدولة، على غرار الإشارات المرورية، على حافة الطرقات، على الأشجار المتواجدة، على السياج اللي يكون في طرف على حافة الطريق. هذه المركبات لما تكون خصوصا إذا توفر عامل السرعة راح تؤدي إلى دمار كبير في الممتلكات، دمار كبير في على الأرضية، ودمار كبير حتى في المركبات الغير، خصوصا لما تكون في منحدر وتكون يتورط مركبة من الوزن الثقيل، راح تكون هناك يدي قدامه عدد كبير من المركبات ما يؤثر على، وهذا ما شفناه من خلال عدة حوادث جد خطيرة خصوصا في المقاطع اللي تكون فيها منحدرات ومنعرجات. نعم. طيب نتحدث أيضا عن ربما استعمال كل الأجهزة المتطورة من خلال أعوان الأمن أو الدرك الوطني أيضا للحد من حوادث المرور. أخيرا كنا تكلمنا أيضا عن ربما رقمنة كل مراكز للمراقبة التقنية، يعني أي شخص لما يروح باش ربما يشوف السيارة أو يعمل ربما ذلك المراقبة التقنية لتلك السيارة، وحتى وإن اكتشف أو تم اكتشاف ربما خلل تقني أصبح نظام موحد بالنسبة لكل هذه المراكز. فعلا وهذا أكيد سينعكس أيضا إيجابا على السيارات وعلى حتى حوادث المرور أيضا. فعلا هنا نرجع الكلام على المراقبة التقنية للمركبات. تم ربط وكالات المراقبة التقنية للمركبات عبر شبكة موحدة، يعني بأنك تعرض مركبة وتكون تعرض المركبة للمراقبة التقنية عند شخص تكون تعرفه وتقول مثلا تتفاعل معه أنه ما يخرجلكش العيوب تاع المركبة، لما تروح المركبة واحدة أخرى راح تكون نفس النتيجة، راح تكون مربوطة بنفس الريزو، يعني المختلف الأعطال راح تكون مسجلة عبر الأرضية الخاصة بمستعملي الطرقات. نعم. طيب أيضا نتحدث عن إشراك المجتمع المدني بكل أطيافه، لأنه كما دائما نقولوا يد وحدة ما تسفخش، يجب إشراك الجميع للحد من حوادث المرور والتقليل أو عدم سماع هذا المصطلح، مصطلح إرهاب الطرقات أيضا. حوادث المرور هي ظاهرة متشابكة متشعبة، سواء في من خلال الأسباب تاعها وحتى النتائج تاعها. النتائج تاعها تكون نتائج وخيمة على الأرواح، على الاقتصاد، على المجتمع، كذلك الأسباب تاعها تكون متداخلة جدا. لذلك وللحد من هذه الظاهرة لازم تكاتف الجهود، الكل معني للحد من حوادث المرور، الكل معني للتدخل، والكل معني للمساهمة في التقليل من هذه الحوادث على غرار مختلف الأجهزة الأمنية، المجتمع المدني، وحتى مختلف الجمعيات ومختلف
أطياف المجتمع المدني، المدرسة، نبدأ كذلك من الأسرة، المسجد، الكل معني من للحد من حوادث المرور، والغاية دائما هي الحد من هذه الحوادث. نعم نعم، أيضا كما ذكرنا استعمال الأجهزة التقنية أيضا ورقمنة حتى قطاع الدرك الوطني من خلال كل الآلية المستعملة لحد من حوادث المرور. دائما الدرك الوطني يعمل على أساليب حديثة، للغاية منه دائما هو فرض التواجد الميداني، كذلك هو رد على المخالفين من خلال استعمال مختلف أجهزة الرادار الذكية والمتطورة، لغاية منها رصد المخالفات المتعلقة بالسرعة، القيام بالكشف الاستباقي لاستهلاك المخدرات والمواد المهلوسة بالنسبة للسائقين اللي تبان عليهم علامات سواء استهلاك الكحول أو المخدرات والمواد المهلوسة، كشف استباقي خصوصا موجه لفائدة سواق نقل الحافلات وسواق الوزن الثقيل على المسافات الطويلة. لما تكون عليهم أعراض راح يكون كشف استباقي، توقيفهم في نقاط المراقبة وكشف استباقي للكشف عن استهلاك هذه المواد الخطرة. نعم إن شاء الله يكون موسم الشتاء بدون الحوادث، ونسجل أيضا ربما انخفاض في حوادث المرور أيضا. شكرا جزيلا لكم المقدم ضيف كل حياة، أذكر ممثل عن قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني، شكرا جزيلا على قبول الدعوة وهذه المعلومات القيمة. عفوا، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة. إلى ملف آخر، إلى قطاع السياحة والصناعة التقليدية، ولنا حديث إذن عن واقع الصناعة التقليدية في إطار فعاليات اليوم الوطني للحرفي. أسعد باستضافة السيدة دمعي وافية مديرة الإعلام والتكوين المتواصل بالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. أهلا بك سيدتي. شكرا لك، صباح الخير، أسعد بلقائي يعني اليوم وحضوري معكم. شكرا على الدعوة. جزيلا. نعم، لكن إذا قبل مواصلة الحديث سيدتي، نربط بكم الاتصال مباشرة مشاهدينا ومواكبة أيضا للحدث الثقافي الدولي طابعة 27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب في تحت شعار نقرأ لننتصر. إذا مشاركة معتبرة لدور النشر المحلية وكذا الأجنبية، أكثر من 1000 دار نشر، وسجل أيضا توافدا كبيرا لمعتبرا أيضا للجماهير للإطلاع على جديد الإصدارات والكتب أيضا في كل المجالات. إذن قبل ربما ربط الاتصال بزملائنا المتواجدون هناك لرصد ربما أجواء المعرض الجزائر الدولي للكتاب، لا بأس إذن عودة إلى ضيفة السيدة دمعي وافية وللحديث أيضا عن واقع الصناعة التقليدية في إطار اليوم الوطني للحرفي.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الوطني يحتفل به كل سنة مصادف ليوم 9 نوفمبر من سنة 2024. في حقيقة الأمر كان هذا اليوم الوطني تم الاحتفال به أول مرة سنة 2007، كانت تسميته هو اليوم الوطني للصناعة التقليدية، وسنة 2014 تم تغيير التسمية وأصبحت تسمية الاحتفال باليوم الوطني للحرفي، طبعا في نفس التاريخ 9 نوفمبر من السنة الجارية. نعم. وكان هذا يعني سبب للنهوض بيدخل ضمن استراتيجية النهوض بالصناعة التقليدية، وكان ثاني بناء أو تم تنظيم هذه الاحتفالية بناء على المرسوم التنفيذي المحدد للجائزة الوطنية للإبداع والأصالة للصناعة التقليدية برعاية رئيس الجمهورية. يعني هو ثاني كان جاء في يدخل ضمن الاعتراف والتقدير لمجهودات الحرفيين. نعم. لذا يعني هذا التكريم والاحتفال، يعني هذا الاحتفال خصص لتكريم مجموعة من الحرفيين اعترافا بمجهوداتهم يعني وأدائهم مساهمتهم في ترقية وتطوير قطاع الصناعة التقليدية. نعم. هذا القطاع طبعا اللي هو يعتبر قطاع فعال، عنده صحيح. دور هام في صحيح. خلق مناصب الشغل، أيضا خلق قيمة مضافة، قيمة مضافة، توفير عدة نعم. منتجات وخدمات في مختلف يعني نعم. المجالات. نعم نعم. طيب، ولرصد أو مشاهدينا لرصد أيضا أجواء صالون الجزائر الدولي للكتاب، نربط الاتصال بزميلة أسمى لوناس مباشرة من الصالون الدولي للكتاب قصر المعارض السافاكس. صباح النور أسمى. نعم، إذا في انتظار ربط الاتصال نكمل الحديث مع السيدة دمعي وافية. إذا نتحدث سيدة دمعي عن ربما آليات المرافقة وآليات الدعم خاصة التي وفرتها الدولة اليوم وللنهوض بالقطاع والصناعة التقليدية أيضا حتى الحرفي أيضا. بالنسبة للآليات ومختلف وسائل الدعم، يعني في السنوات الأخيرة كانت وسائل دعم معنوية نذكر عليها، يعني فيما سبق كانت وسائل دعم مادية، كان صندوق الدعم يوفر يعني مبالغ مالية يدعم بها الحرفي لاقتناء المادة الأولية اللي كان يعاني الحرفي. صحيح. يعني معاناة كبيرة في اقتناء ولا مشكل المادة الأولية، كان ارتفاع ثمن المادة الأولية، ثاني نذرة المادة الأولية، كان دعم في السنوات السابقة تقدمه الدولة حتى تسهل الحرفي اقتناء المادة الأولية ولا توفرها له، خاصة لا سيما في الأنشطة التي كانت ستؤيل للزوال، وكانت ما زالت اليوم حتى اليومنا هذا كاين أنشطة تؤيل آلة للزوال، من ضمنها النشاطات المدرجة ضمن ميدان الصناعة التقليدية والفنية. في السنوات الأخيرة كان أكثر منه، يعني أكثر منه دعم مادي كان دعم معنوي، كانت آليات مرافقة كبيرة لهذا الحرفيين، هذا الشباب الذي يمتهن الحرف حتى من خلال عمليات التكوين، من خلال تكوين واسع. صحيح. يعني للشباب المقبل على امتهان. صحيح. الحرف. سنرجع للحديث عن التكوين إن شاء الله، تكوين الحرفي، نتحدث أيضا عن مساهمة أيضا وأهمية التكافل بالحرفي ومساهمته أيضا هذه فئة الحرفيين في ربما خلق الثروة، يعني خلق الثروة حتى خارج المحروقات أيضا اليوم، وتجسيدا خاصة لمخطط عمل الحكومة اليوم. بيان سيغ، احنا بالتاكيد احنا كما نعرفوا ان هذا القطاع يساهم يعني في التنميه الاقتصاديه، له دور فعال في التنميه الاقتصاديه، خاصه اصبح اليوم هو قطاع معول عليه بدل الريع البترولي. اذا هو يعتبر قطاع خلاق للثروه، خلاق للقيمه المضافه، له اثر اقتصادي اليوم في امتصاص، يعني له بعد اقتصادي، له بعد اجتماعي، له بعد ثقافي. نقدروا نهضروا على البعد الثقافي، أنه هو عبارة عن يحافظ على الموروث. صحيح. الموروث الحضاري الأصيل يعبر عن أصالة الأمة الجزائرية، يعكس التميز نعم الثقافي. نعم نعم، سنرجع للحديث عن هذه النقطة المهمة جدا، لكن نربط الاتصال بالزميلة أسماء يونس التي ترسل لنا أجواء صالون الدولي للكتاب. صباح النور أسماء. صباح
صباح الخير زميلتي لميا، صباح الخير لكل مشاهدي القناة الإخبارية وكذلك متتبعي برنامج هذا الصباح. إذن بالفعل نتواصل معكم من هنا مباشرة من الصالون الدولي للكتاب في طبعته 27، وبالطبع حضور مميز لمختلف الدول المشاركة، أكثر من 40 دولة ضيفة الجزائر في هذا الصالون، وأكثر من 1000 دار نشر بمختلف العناوين الثقافية والتاريخية كذلك، خاصة بما أن هذا الصالون يتزامن وسبعينية الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة، ثورة المليون ونصف المليون شهيدة التي قدمت النفس والنفيس في سبيل حرية الجزائر وضحت بالعديد بالطبع لتنعم الجزائر بحرية واستقلال، وألهمت العديد من الشعوب المضطهدة والمستعمرة، ومن بينها كذلك الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي كذلك الذي يناضل من أجل الحرية ويكافح من أجل استرجاع حق تقرير المصير. الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا متواجدة كذلك في صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 27 بالطبع تحت شعار نقرأ لننتصر، والنصر سيكون حليفة كل الشعوب التي تناضل من أجل حريتها. نتواجد معكم اليوم في جناح الصحراء الغربية، الجمهورية العربية للصحراء الغربية بالطبع، رفقة ضيفي الكريم السيد أحمد محمد نفعي، وهو رئيس اتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء. مرحبا بك سيدي الكريم، شكرا على تواجدك معنا. أهلا وسهلا بكم وبهذه الزيارة وبهذه الدعوة الكريمة. طبعا نرحب بأشقائنا الصحراويين في بلدهم الجزائر. لا شك أن مشاركة الصحراء الغربية في هذا الصالون، صالون الجزائر الدولي للكتاب، يؤكد موقف الجزائر الثابت والمتجذر كذلك في الدفاع عن القضية الصحراوية، أليس كذلك؟ المشاركة اليوم في هذا الصالون أو في هذه الطبعة، خاصة بحضور مميز للجماهير الجزائرية واهتمام بمختلف العناوين، عناوين خاصة الكتابة، كتابة المقاومة الصحراوية، كيف يساهم مشاركتكم اليوم في هذا الصالون خاصة للتعريف بكفاح ونضال الشعب الصحراوي؟ طبعا المشاركة الصحراوية في الصالون الدولي للكتاب سيلة 2024 في الطبعة 27 هي مشاركة لأكثر من ربع قرن بحضور كتاب المقاومة، بحضور الأقلام الصحراوية على مدار كل هذه السنوات. تتوج هذا العام في التعريف بالقضية الصحراوية بصورة ربما كثيرون يعلمون عن النضال الصحراوي عسكريا، دبلوماسيا، سياسيا، حقوقيا، وبالتالي الواجهة اليوم في المعركة الثقافية التي لا تقل حدة ولا أهمية عن غيرها من مناحي وجبهات الكفاح الصحراوي. وبالتالي اليوم الأقلام الصحراوية التي ما فتئت ترافع عن القضية الصحراوية طيلة نصف قرن وتزيد، حيث أن هذه المشاركة تأتي لتكون أمام الزوار لهذا المعرض، ولكن أيضا للمشاركين من مختلف طبعا الجنسيات والبلدان، باعتبار أن القضية الصحراوية تكاد تكون معروفة نعم في وسطنا وفي منطقتنا، لكن تكاد تكون يعني ليست بذلك القدر الكبير من الاطلاع على مستوى بعض البلدان التي تشارك، وبالتالي كانت سانحة بالفعل من أجل التلاقي والتفاعل وفتح فضاءات ومساحات أكبر من أجل التوسعة في هذه المدارك والمعارف القضية الصحراوية، فضلا عن طبعا وجود مئات العناوين التي تتناول القضية الصحراوية، فبالتالي سردية القضية الصحراوية في ظل التجاذبات الحالية التي يعيشها العالم، فضلا عن طبعا تنوع هذا التراث الصحراوي ثقافة، تاريخا، هوية وحقوقا كذلك، على ضوء طبعا مئات العناوين التي تشارك في هذا الجناح، إضافة إلى الجانب الفكري الذي يشكل أيضا إسهاما كبيرا في طبعا التعريف بالقضية الصحراوية وطبعا طرقها من زوايا مختلفة. بالحديث عن مختلف العناوين الصحراوية، المشاركة هنا خاصة من كتابة المقاومة وكتاب المقاومة الحاضرين هنا من مختلف الندوات الثقافية والفكرية، غدا ستكون هناك ندوة كذلك من كتاب صحراويين، أليس كذلك؟ ما هو عنوانها؟
طبعا المقاومة في الصحراء الغربية والأدب المقاوم على أي من بين المحاور الكبرى لهذه الندوة، وبالتالي تأتي لتجسد ما يحوزه هذا الجناح من عناوين باختلافها. نقرأ في أدب السجون حيث أن هنا كتب استطاعت اختراق جدران الصمت التي حاولت طبعا تقسيم الشعب الصحراوي أرضا وشعبا، حاولت كتمان صوته، وبالتالي هنالك كتب تحكي عن مذكرات أسرى مدنيين صحراويين يعانون الأمرين بفعل طبعا كلمتهم الحرة التي يدفعون ثمنها سنوات خلف القضبان. هنالك أيضا قصص من الذين عايشوا فترات اعتقال جائرة إبان طبعا الحقبة الاستعمارية في بداياتها المغربية للصحراء الغربية، وهنالك حتى من خلال مجموعة من طبعا الروايات التي تحاكي في منطقة اللاوعي بالنسبة للمتلقي بأن تتضمن إشارات وواقع عام حول إسقاطات القضية الصحراوية. نقرأ كذلك سردا تاريخيا يعود إلى ما قبل الحقبة الاستعمارية الإسبانية من الحملات الاستكشافية الاستعمارية التي حاولت دخول الصحراء الغربية، ومن ثم زهاء قرن من الزمن إبان التواجد الإسباني في الصحراء الغربية، واتفاقية مدريد الثلاثية المشؤومة التي يمر اليوم على تاريخها في 14 نوفمبر 49 عاما عندما منحت إسبانيا ما لا تملك لمن لا يستحق في اتفاقية ضد الشرعية وضد التاريخ. نقرأ أبحاثا في التاريخ الصحراوي تعو بالحجج الدامغة وبطبعا الحقائق والأدلة والإثباتات بأن الشعب الصحراوي هو السيد على أرضه، وعلى ضوء محكمة العدل الأوروبية الأخيرة التي أكدت بطلان أي اتفاقيات شراكة تجمع الاحتلال المغربي مع أي طرف أوروبي على حساب الشعب الصحراوي، فإنه المعركة القانونية أيضا حاضرة من خلال معالجات مجموعة من الكتاب الصحراويين، فضلا عن التراث الصحراوي عادات تقاليد هوية زي طبعا لوازم معدة. وما يتجسد كذلك في لباسك التقليدي اليوم الدراعة الصحراوية التي تعرف كلباس الرجال في أمان. لطالما شكلت الهوية بشكل عام صمام أمان النضال الصحراوي في وجه كل مؤامرات الاستعمارية على تعاقبها، حاولوا تدجين احتواء تزييف وتمييع وتشويه هذه الثقافة الصحراوية التي ظلت متأصلة. للمرأة الصحراوية طبعا تركت زيها وملحفتها جانبا، للصحراويون وجدوا بديلا ولن يجدوا بديلا عن برلمان الشاي الذي يجتمعون حوله ويقررون ما يجدونه مناسبا لمصيرهم، للأطفال الصحراويين الذين تربوا وترعرعوا في اللجوء في الشتات تحت الاحتلال ابتعدوا عن لهجتهم الحسانية الصرفة، ولا هم طبعا ابتعدوا عن أزوان وعن طبعا أدبهم الشعبي، حيث أنه أيضا في الصالون هنالك دواوين شعرية كثيرة لأدباء ولقامات ولهامات شكلوا المدرسة للأجيال، باعتبار أن الأدباء والأديبات الصحراويين والصحراويات استطاعوا بالفعل أن يكونوا المدرسة البديلة للاحتلال الذي فرض عليهم نشيدا غير النشيد، تاريخا غير التاريخ، جغرافيا غير الجغرافيا، ومع ذلك الصحراويون رغم كل هذه الفوارق لا زالوا متشبثون بقضيتهم بعاداتهم بهويتهم بتقاليدهم، وبالتالي التعريف القضية الصحراوية من زاوية فكرية وربط ذلك بعنوان هذه الطبعة من أن القراءة هي سر الانتصار، انتصار القضايا بنهضة فكرية تأخذ من الكتاب أولا، من النهضة المعرفية ثانيا، وثالثا النهوض بالمجتمعات، لأن التجربة الصحراوية اعتمدت على بناء الإنسان قبل حرية الأرض، لأن حرية الإنسان بالضرورة تحصل على مجتمع مثقف، وبالتالي قضية لا يمكن أن تموت وإن طالت سنوات انتظار حلها. والهدف من نضال وكفاح الشعب الصحراوي وكذلك حتى الاتحاد يجمع بين الأدباء وكذلك الصحفيين وكل من يناظرون بالقلم قصد تحرير الصحراء الغربية. في الأخير سيدي وفي عجالة فقط، كيف وجدتم هذه الطبعة من صالون الكتاب الدولي للجزائر، وكذلك كيف وجدتم إقبال الجماهير الجزائرية على جناح الجمهورية العربية الصحراء الغربية؟ والله رغم كل ما يقال بأن الأجيال الجديدة طبعا ذهبت بها تقنيات الاتصال الحديثة وبأن القيمة الورقية للكتاب
تقلصت في مقابل النسخ الإلكترونية وغيرها، إلا أنه في نسخة الصالون الحالية للجزائر وخاصة الإقبال خلال اليومين الماضيين يؤكد بأنه هنالك أجيال نهمة جدا، فقط يجب أن تجد أمامها المحتوى الفني الذي يليق بطبعا أجيال مجتمعاتنا، لأنه اليوم مسؤولية مضاعفة أمام النخب، لأنه قيمة المنتج أيا كان هذا المنتج يجب أن يكون يعني ديدا وهدف للأدباء والكتاب وللصحفيين من أجل نقل قاطرة هذه المجتمعات. وبالتالي الجزائر تقرأ وتقرأ بامتياز، وأيضا وهو ما أكده الإقبال الكبير بنهم على الجناح الصحراء الغربية، من حيث هذا الجناح طيلة هذه الأيام الماضية شهد إقبالا كبيرا. في الأخير أريد أن أقول بأنه في الصحراء الغربية الكلمة الحرة تظل جريمة يصنفها الاحتلال على أنها تهدد طبعا وجوده الاستعماري الآثم في الصحراء الغربية، وعلى ذلك منطقة وإن كانت مغلقة في وجه البعثات والإعلام والمفادين والمراقبين الدوليين والناشطين، إلا أنها بفعل الكتاب بفعل الكاتب بفعل الصحفي بفعل الأديب تمكنت بالفعل هذه القضية من الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، وما من بقعة في هذه الأرض إلا وصلتها أحرف وسطور وما بين سطور القضية الصحراوية. لك سيدي الكريم، نشكر لك حضورك معنا في هذا الصباح. شكرا لكم مشاهدينا، كانت هذه مختلف العناوين الصحراوية التي تتواجد والتي تعرض هنا في جناح الجمهورية العربية للصحراء الغربية المشاركة في صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 27. بالطبع نضرب لكم موعد للحضور هنا ولتصفح مختلف هذه العناوين أو حضور الندوات الفكرية والثقافية التي يقيمها أدباء وكذلك كتاب وحتى صحفيين الصحراء الذين يناضلون بالقلم في سبيل استرجاع حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. نربط الاتصال بالطبع بالزميلة لميا، شكرا لك. شكرا لك أسماء لوناس على هذه المداخلة، وذكر كنت معنا مباشرة من قصر المعارض سافيكس وفعالية الطبعة 27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب، شكرا جزيلا لك. إذا عودة إلى ضيفتي السيدة دمعي وافية، أذكر مديرة الإعلام والتكوين أيضا المتواصل بالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية وكذا الحرف. كنا نتحدث أيضا عن الصناعة التقليدية اليوم التي أصبحت خلاقة للثروة، أيضا حتى خلاقة لمناصب الشغل أيضا وامتصاصها البطالة. أكيد قلنا كما سبق وقلنا أنها الصناعة التقليدية اليوم عندها أثر اقتصادي كبير، دورها يعني باش تخلق ثروة من خلال تاني أيضا خلق قيمة مضافة، خلق مناصب شغل، امتصاص يعني عدد هائل من الشباب اليوم الذي أصبحت له رغبة في امتهان الحرف، وهذا حسب المؤشرات الأخيرة. نشوف أيضا ولوج يعني فئة كبيرة من الشباب إلى مجال الصناعة التقليدية وأيضا الصناعة الحرفية أيضا. أخيرا يعني سجلنا ارتفاع كبير يعني من خلال الدورات التكوينية اللي نظموها، أنه عدد كبير من الشباب يرغب في امتهان الحرف وهو طواق وشغوف يعني لامتهان الحرف وتعلمها، وكذلك هذا الشاب اللي اليوم راه يرغب في امتهان حرفة غدا راح يكون صاحب مؤسسة، يكون مقاول كبير لماله، وبالتالي خلق مناصب شغل كبيرة، وهذا ما لاحظناه من خلال البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، حوالي بلك 1,200,000 منصب شغل يعني في الوقت الحالي. كذلك بالنسبة كما سبق وقلنا أنه هذا القطاع له يعني دور كبير وفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمرأة، واليوم راه يساهم حتى في الدخل القومي وناتج الدخل القومي، وكذا كما سبق وقلت حتى القيمة المضافة اليوم، وهو أصبح بديل عن الريع الاقتصادي معول عليه يعني اقتصاديا. صحيح. طيب نتحدث عن أهمية ربما مرافقة الحرفي اليوم من خلال كل الآلية المقدمة من طرف الدولة، ما ننساوش أنه اليوم الحرفي هو رافع لراية التاريخ، رافع أيضا لراية الأصالة وتاريخ الأمة أيضا من خلال ربما برامج التكوين خاصة.
طبعا الدولة تبذل مجهودات كبيرة يعني اليوم من خلال برامج تكوينية ضخمة متنوعة لهؤلاء الشباب وحتى الحرفيين لتقوية مهاراتهم اليوم حتى نحافظ على الحرف وانتقالها من جيل إلى جيل. واليوم كما سبق وقلنا برنامج تكويني متنوع تشرف عليها الغرفة الوطنية غرف الصناعة التقليدية والحرف على مستوى التراب الوطني من خلال التكوين في الحرف التكوين أيضا حتى يكونوا عندنا مكونين حرفيين مكونين. ما يخفالكش أنه اليوم على مستوى كل ولاية توجد غرفة صناعة تقليدية وحرف مزودة بمدارس تكوين وتحسين المستوى. هذه المدارس التي تعكف على أداء متميز من خلال جودة في التكوين نوعية في التكوين في مختلف الأنشطة الحرفية وكذا تكوين الحرفيين المكونين حيث الغرفة الوطنية اليوم أصبحت تتمتع بالحصرية في تكوين الحرفيين تقوية مهاراتهم حتى نزودوا هذه مدارس التكوين وتحسين المستوى بحرفيين مكونين يتمتعوا بأداء متميز يعني وجودة في التكوين. هذا يعتبر نوع من المرافقة من آليات المرافقة اللي تقدمها يعني اللي شجعتها الدولة باش ترافق الحرفي. أنا نشوف أنه أحسن آلية لمرافقة الحرفي هي التكوين في مختلف المجالات حتى يكون مسير ناجح حتى يكون صاحب مؤسسة حتى يكون هذا الحرفي يتقن يعني الحرفة تاعو ليس الحرفة تاعو فقط وإنما الحرفي ما أصبحش اليوم هذاك الحرفي البسيط اللي كان العرض تاعو بسيط تغليف تاعو لعرض المنتوج تاعو بسيط وإنما اليوم أصبح نتحدث أيضا عن دور الحرفي أيضا في ترقية الحرفة التقليدية أيضا وتحسين نوعيتها خاصة والحفاظ على الهوية والأصالة أيضا وحتى التراث المادي واللامادي التي تسخر به الجزائر أيضا. بالتأكيد الحرفي لا كانت تكون وتلقى مرافقة يعني وتسهيلات ودعم مادي ولا مادي يعني اليوم راح يكون يعني المنتوج تاعو متميز يكتسح به كما نقولوا احنا يوصل حتى السوق الدولية ينتقل من السوق الوطنية. اليوم احنا نعرفوا حرفيين عندهم منتجات يعني أبدعوا في منتجاتهم ولقات رواج كبير في المعارض الدولية الوطنية حتى المعارض يعني هو برنامج أيضا جد ثري مقام بالنسبة بمناسبة اليوم الوطني للحرفي أيضا وبإشراك يعني المتاحف خاصة للتعريف بمختلف الحرف اللي ربما اندثرت في خاصة بعض الحرف اللي ربما يجب إعادة النظر إليها طبعا. نحن يا اليوم الوطني والاحتفال باليوم الوطني للحرفي هو فسحة ومجال أيضا وفرصة باش ننظموا معارض وطنية ومحلية يعني في كل ولاية من ولايات الوطن بمناسبة هذا الشهر يعني العظيم وشهر ثورة نوفمبر يعني بالنسبة للحرفيين والصناعة التقليدية وحتى الترويج لها والتعريف حتى الترويج بها أيضا. نعم يعني في كل غرفة دركا تصيبي خلال هذا الشهر أنه تنظم معرض باش تروج للمنتج الحرفي من جهة وتاني والتعريف به وتاني فسحة حتى التسويق لأنه نعم. الحرفي كان يعاني مشكل كبير في التسويق إذا هذه فرصة باش يسوق المنتوج تاعه ويعرف به. صحيح شكرا جزيلا لك دمعي وافية ذكر مديرة الإعلام والتكوين المتواصل بالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف شكرا جزيلا لك وكل عام والحرفيين بألف خير إن شاء الله المزيد من الإنجازات أيضا شكرا جزيلا لك إن شاء الله ربي يوفقك شكرا إن شاء الله. إذن مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة.
إلى ملف آخر مشاهدينا، للقطاع المالي وقطاع البنوك وجديد بنك البركة، إذن جديد الخدمات البنكية وكذا المنتجات البنكية، وفي إطار التحول الرقمي وكذا الإلكتروني للقطاع. للحديث أكثر في الموضوع أسعد باستضافة السيد كريم سعيد رئيس قسم بنك التجزئة ومكلف بالإعلام لدى بنك بركة الجزائري. أهلا بك سيدي وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا سيدتي وشكرا على الدعوة وكرم الضيافة. شكرا جزيلا. إذن سيد كريم السعيد، يعني أكثر تفاصيل بداية عن العروض أو المنتجات الجديدة التي أطلقتها بنك البركة في إطار هذه الإصلاحات الاقتصادية والديناميكية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر. نعم، بنك البركة الجزائري أطلق مؤخرا منتوجين جديدين في مجال التمويل العقاري، والميزة تاع هاد المنتوجين أنهم يكونا بنسب أو هوامش ربح جد منخفضة. صحيح. وقبل الخوض في هذا المجال أود يعني أن، لأن من لم يشكر الله من لم يشكر الناس من لم يشكر الله أو من لم يشكر الناس يشكر الله. يعني السلطات العليا قد وعدت ووفت بوعدها، حيث جعلت من البنوك الإسلامية اليوم بإمكانها تقديم تمويلات لسكنات المدعمة مباشرة من طرف الدولة بنسب منخفضة، وهذا على غرار ما كانت تسمح به للبنوك، على غرار التمويلات ربما التقليدية. التمويلات التقليدية، نعم. فأصبح بالممكن اليوم يعني ما نردش التدفقات تاع العملاء اللي كانوا يجيو، ولكن ما كناش نقدروا نعطيوهم تمويلات بنسب منخفضة تاع 1% و3%، وراح سنفصل نعم في هذه النقطة. نعم، طيب نتحدث عن حتى الانتعاش، أيضا الانتعاش البنكي في إطار كما ذكرنا القفزة النوعية القفزة الرقمية لمجال أو لقطاع البنوك أيضا. أكيد بنك البركة هو من ليزاك استراتيجيك تاعو، يعني التوجيهات الاستراتيجية، أنه يجعل من الرقمنة أناكس يعني اللي تشتغل عليه، لأن ما لا مفر من ذلك. صحيح. يعني اليوم أصبحت الرقمنة واجب على تسمح بالشفافية، تسمح بالتقليل من التكاليف، وتسمح من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، لأن ما تخفالكش الجزائر بحجم قارة، ومن خلال يعني برنامج اللي وضعته بنك البركة الجزائري في مجال الرقمنة نستهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، وتقديم لهم أحسن خدمة ممكنة. وفي هذا المجال يعني طور بنك البركة الجزائري مجموعة من التطبيقات على الهواتف أو على الإي بانكينج اللي تسمح للزبائن دون يعني الوصول إلى الفروع كما كان زمان، يقدر يقوم بعدد من عن طريق تطبيقات الهواتف ممكن أنه يجري بعض من العمليات. وإحنا حاليا في صدد توسيع هذه العمليات حتى يعني نقلل من يعني التنقل إلى الفروع، خاصة الناس اللي موجودة ربما في أماكن بعيدة وين الفروع تاع البنك غير متواجدة حاليا. تفادي الازدحام والطوابير، أيضا اليوم يعني كل القطاعات أصبحت مرقمنة وتقدم خدمات جد راقية، خدمات رقمية وكذا خدمات إلكترونية. طيب نتحدث عن الفئة التي تستطيع ربما الاستفادة من هذه العروض، عن الشروط أيضا، بداية بالعرض الأول وهو ربما القروض العقارية. أفضل كلمة تمويل. التمويل. لأن القرض، نعم، لا يكون إلا حسنا في الصرافة الإسلامية. صحيح. بالنسبة لتمويل المنتوج الأول هو عبارة عن تمويل للسكنات اللي الدولة الجزائرية تعطيها دعم مباشر، قد يكون بمجموع الصيغ تاعها، سواء كان سكنات ترقوية عمومية مثل البي بي، أو السكنات الترقوية المدعمة البي آ، أو حتى السكنات البرامج. لا عدل، عندنا منتوج خاص بها. بالنسبة حتى يعني المرقين العقاريين الخواص اللي يستوفون الشروط اللي تسمح لهم باش ياخذوا الدعم المباشر من الدولة، والخاصية أن هذه السكنات ما تفوقش 12 مليون دينار جزائري، أي مليار و200 مليون سنتيم. فبإمكاننا يعني تقديم هوامش ربح جد منخفضة قد تصل إلى 1% للشريحة اللي يكون الدخل تاعها ما بين 40 ألف دينار جزائري، يعني 4 ملايين سنتيم،
تمشي حتى 120 ألف دينار جزائري، يعني 12 مليون سنتيم. هذه الفئة بإمكانها الاستفادة بتمويل عقاري بهامش ربح لا يفوق 1%. أما الفئة الثانية فهي ذوي المداخل اللي فوق 12 مليون دينار جزائري وتمشي حتى 240 ألف دينار جزائري، يعني 24 مليون سنتيم. فهذه الفئة بإمكانها الاستفادة من تمويلات عقارية. لما نقول 24 مليون سنتيم سيد كريم سعيد، هل هنا نقدر نتحدث عن ربما الزوجين أو الفرد الواحد في الأسرة؟ نعم، هو ممكن أخذ الدخل تاع الفرد واحد، وإذا اقتضى الأمر يمكننا أخذ الدخل تاع الزوج أو الزوجة ونعتبرهم دخل موحد ويمشي إلى 24 مليون سنتيم. وهنا نقدر نقدموا هامش ربح لا يتعدى 3% سنويا، وهذه يعني ممتاز. ماذا عن نسبة العقار، يعني سعر العقار؟ لا يجب أن يكون فوق 12 مليار و200 مليون سنتيم، يعني مليار و200 مليون سنتيم، يعني 12 مليون سنتيم. هذا يعني هو نفس العقار، ولكن يختلف باختلاف المداخل تاع العائله. بالنسبة للشروط الأخرى فهي الشروط العامة، يعني الشخص مثلا العمر أو الفئة العمرية، الشخص لازم تكون عنده الأهلية القانونية، يعني من 19 سنة فما فوق. نعم. وآخر دفعة تكون فما فوق، يعني ربما توصل حتى 70 سنة، يعني 70 سنة هي آخر دفعة يدفعها المستفيد. والمدة الزمنية تاع الاستحقاق تكون تمشي إلى 25 سنة، مع إمكانية تغطية تمويلية توصل إلى 90% من قيمة العقار المصرح به. هذا بالنسبة للمنتوج الأول. بالنسبة للمنتوج الثاني فهو ربما يخص عدل، برنامج عدل، وخاصة نحن في شهر نوفمبر هذا، يعني الدولة الجزائرية وزعت عديد من السكنات بمختلف السياق تاعها بما فيها عبر على كافة ولايات الوطن. وما يخفالكش ربما كاين الناس يدخل الى مسكن يجد فيه بعض النقائص، يجد الادواق تاعو تختلف، يحب يعمل ترميمات، يحب يعمل تهيئه. فهنا شروط ربما هذه التهيئه او هذه العمليه عليه. انجزنا خلقنا منتوج نسموه تهيئه سوفت، يعني تهيئه خفيف، ما يكونش لان كان عندنا منتوج مسبق في التهيئه. وهذا الخاصية تاع المنتوج الجديد أنه معفى من الرهن العقاري، وكذا معفى من الضمانات التأمينية. ربما هذا هو الفرق. هذا هو الفرق الأساسي. يعني كنا في السابق يعني نعمل التهيئة وتوصل إلى أعلى المبالغ حسب الدخل، ولكن هنا هذا المنتوج الخاصية تاعه أولا أنه ما يفوقش 200 مليون سنتيم، يعني 2 ملايين، حتى عمل ترميمات خفيفة أو تهيئة. وقلنا أنه لا يجب على المستفيد أن يرهن العقار تاعه، ولا يجب أن يدفع أي ضمانات تأمينية، يعني ما قد يتعب كاهل المستفيد. هذا تخفيف للمنتوج، وهو من حيث المدة الزمنية تاعه يوصل إلى 60 شهر، مع يعني إمكانية الاستحقاق تاع الاسترداد تاع التمويل تكون على مدى 5 سنوات، والتغطية تكون 100%، يعني راح نغطيلو كافة الحاجيات التمويلية تاعو. إضافة إلى هذا المنتوج بإمكاننا يعني درنا توليفة مع اقتناء أجهزة إلكترومنزلية، خاصة الإنسان يدخل منزل جديد يعمل له ترميم، ربما يحب يعمل يعني إعادة تأثيث. عندنا عقود مع أكبر العلامات الجزائرية المصنعة للأجهزة الإلكترومنزلية، فبإمكاننا يعني نعمل له توليفة من المنتج حيث يعمل الترميم، ويمكن أنه يجهز المنزل تاعه. وهنا نقدروا نعطوا له تمويل مليون دينار جزائري، يعني 100 مليون سنتيم، ويصبح يعني اجمالي التمويل يوصل الى 3 ملايين دينار جزائري، وهذا يعني دون اللجوء الى اي رهن او تامين اضافي. على وبالنسبه للمده تاع الاسترداد تكون على 36 شهر كحد اقصى، والتمويل يكون يوصل الى 90% من الحاجه التمويليه. جيد. طيب لما نتحدث عن ربما نشاط البنوك، ربما يقابله أيضا عملية التأمين
خاصة التأمين التكافلي كآلية جديدة أيضا. أكيد احنا حاليا كنا نشتغل مع عدة شركات تمويلية، ولكن احنا بصدد يعني جعل من التأمين التكافلي واجب على كل التمويلات التغطية التمويلية، وفي هذا المجال رانا يعني بصدد إبرام اتفاقية إطار مع دون ذكر يعني أسماء شركات تأمينية، ولكن شركات تأمينية متخصصة في التكافل التأميني يعني بتأمين بصيغ موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، سواء كان هذا التأمين يخص الأجهزة أو يكون تأمين على الأشخاص. طيب هناك عروض خاصة أيضا أو منتجات أخرى بالنسبة لاقتناء السيارات أيضا؟ أكيد هنا بنك البركة الجزائري يعني بدون فخر أو راه رقم واحد في هذا المجال، يعني بحكم أو بموجب عقد الشراكة اللي جمعنا مع مجموعة ستيلانتيس قد تم بفضل الله تمويل عطيكم يعني أكثر من 1000 عميل منذ انطلاق. نرجع ونفصل في هذا المنتج، منتج اقتناء السيارات، لكن نربط بكم مشاهدينا مباشرة مع قسم الأخبار وموجز لأهم الأنباء من تقديم الزميلة سهيلة دغموم. صباح النور سهيلة. صباح الخير لاميا، صباح الخير مشاهدينا، موجز أخباري بعد الجينيريك. موجز العاشرة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. في المستهل وبتكليف من رئيس الجمهورية يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بمدينة سوتشي الروسية في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية الروسية. وبالمناسبة أكد عطاف أن الجزائر ترحب بالتئام هذا المؤتمر الوزاري في طبعته الأولى وتؤيد تأسيس هذه الآلية الهامة لإثراء وتعزيز الإطار المؤسساتي للشراكة الروسية الإفريقية. الشراكة هذه التي تقوم على إرث تاريخي متجذر في الدعم الثمين الذي لاقته الدول الإفريقية من لدن الأصدقاء الروس إبان الكفاح ضد الاستعمار والهيمنة الأجنبية، كما نأمل اليوم يضيف عطاف في الارتقاء بهذه الشراكة إلى أسمى المراتب المتاحة بناء على ما يجمعنا من التزام ومن تطلع للإسهام في بناء منظومة علاقات دولية يكون فيها لكل بلد من بلداننا نصيبه المشروع من سبل الأمن والاستقرار والازدهار. وبذات القدر من الالتزام، فإن الجزائر تدعم الأهداف المسطرة من أجل تعزيز حجم المبادلات التجارية بين إفريقيا وروسيا، وكذا الرفع من قيمة الاستثمارات الروسية بالدول الإفريقية. فبالرغم من كل ما يتربص بها من تحديات وتهديدات، إلا أن إفريقيا ما فتئت تظهر للعالم أجمع أنها شريك ملتزم، وأنها شريك موثوق، وأنها شريك يسعى على الدوام لبناء علاقات متوازنة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لفائدة الجميع دون أي استثناء، دون أي إقصاء، ودون أي تمييز. وشكرا سيادة الرئيس. وعلى هامش الأشغال، أجرى عطاف أمس محادثات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول الإفريقية، حيث تحدث مع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية جيديون تيمو تيوس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ببوركينا فاسو جون ماري كارا موكو تراوري، وكذا وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية بنين أولوشيغون أجادي باكاري. اللقاءات استعرضت علاقات التعاون والشراكة البينية وبحثت سبل الرقي بها إلى أفاق أرحب، كما تناولت عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أفاد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له لعام 2024 أن الجزائر تصدرت توقعات النمو لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 3.8%، متفوقة بذلك في ترتيبها على اقتصاديات قوية في المنطقة.
يورى ثرى اليوم جثمان المجاهد الراحل رشيد مخلوفي لاعب فريق جبهة التحرير الوطني ومدرب المنتخب الوطني والرئيس الأسبق للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة. جثمان الفقيد الذي وفته المنية خارج الوطن عن عمر نهز 88 عاما وصل ليلة أمس إلى مطار الجزائر الدولي هو ريبو مدين، وكان في استقبال الجثمان وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدربيغا وأسرة الفقيد وأقاربه وعدد من أصدقائه. يحصلنا الشرف باش جاء من البلاصة وين كان ساكن فيها يقطن فيها باش رجع لبلاده، ويعني لزوتوريتي كامل داروا مجهود واحد ما يتصورش، والحمد لله رانا فريمون فرحانين بزاف اللي ما خلاو والو باش جابوه وتهلاو فينا والحمد لله. بلغنا تعازي الخاصة للسيد رئيس الجمهورية لأرملة الفقيد ولنجله والعائلة، وهذا إنما يدل على ذلك الاهتمام البالغ الذي وليه سيد الرئيس لكل رموز الوطنية بما فيهم فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم. من المعلوم وما يعرف أن هذا الرجل هذا الفقيد هذا المجاهد هو ورفاقه قد لبوا نداء جبهة التحرير ليلتحقوا بفريق كرة القدم ولينشئوا فريق كرة القدم. هذا الفريق الذي لعب دوره ولعب أعضاءه كسفراء للقضية الوطنية الجزائرية. إن لله وإنا إليه راجعون. تتواصل فعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته 27 بقصر المعارض الصنوبر البحري. الصالون تعرف رفوفه مؤلفات عن أدب المقاومة والانتصارات التي سجلها التاريخ. الحرب وسلاح المقاومة، لذلك كل الكتاب مهتمين بالخوض في الأدب السياسي تحديدا، أدب السجون التي تؤرخ للانتهاكات المغربية في السجون في حق المعتقلين السياسيين في حق النشطاء الحقوقيين، ودور كذلك رسائل تخترق حواجز الصمت التي حاولوا تسجيل القضية الصحراوية بها، حيث نقرأ لمذكرات ورسائل من الأسرى المدنيين الصحراويين كمعتقلين سياسيين في ذمة الاحتلال المغربي. وصالون الجزائر الدولي للكتاب فضاء يلتقي فيه الناشرون والكتاب العرب لمد جسور التقارب وتعزيز التبادل الثقافي. في كل الطبعات بما فيها هذه الطبعة هي لتأكيد وجود دولة فلسطين والشعب الفلسطيني وحضورنا دائما في كافة النشاطات الثقافية وغيرها التي تنظمها دولة الجزائر الشقيقة. وهذا الإقبال لم نره في أي معرض من معارض الكتب العربية الأخرى. في هذه السنة من أهم العناوين التي يطرحها موسوعة الناشئة، وهي موسوعة موجهة للناشئ العرب للتعرف على عمان، على يعني التراث الثقافي العماني. أنا سعيدة اليوم بتوقيع ديواني الجديد لأني أعتقد أنني أسترجع ولو قليلا ثقتي مع الجمهور، لأن جمهور الشعر في الجزائر قلما نجده بهذه الكثافة وبهذا الجمال البهي. المعرض الدولي للكتاب في الجزائر فرصة لكي نتواصل ونوقع مشاعرنا بالقلم وجها لوجه مع صاحب الإعجاب. دوليا الآن، وفي تطورات حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، استشهد صباح اليوم أكثر من 40 فلسطينيا نصفهم أطفال في قصف للاحتلال على منزلين بمدينة غزة وجباليا البلد، فيما ارتقى 5 مدنيين وأصيب آخرون في قصف على منزل قرب حي الصبرة جنوبا، كما ارتقى 3 آخرون من المفرج عنهم حديثا بمنطقة سودانية، واستشهد 6 جراء
قصف طائرات الاحتلال لمدرسة تأوي نازحين بشارع يافا. هذا واستشهد 5 فلسطينيين في قصف على حي الشجاعية بالموازات، مع استشهاد صحفيين شقيقين ووالدهما بحي التفاح شرقا. يحدث هذا في وقت يشهد فيه شمال القطاع بوادر مجاعة شاملة. في لبنان لا يزال الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب مزيد من المجازر باستهداف عدة مناطق في البلاد وبخاصة منها الجنوبية، حيث أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 33 مدنيا وعشرات المصابين جنوب وشرقي البلاد، بينهم 20 شهيدا و14 جريحا في غارات على محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان. كما ارتفعت حصيلة الشهداء بمدينة سور جنوب لبنان التي تتعرض لقصف متواصل إلى 17 شهيدا. ويحدث هذا فيما تواصل المقاومة اللبنانية إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، مستهدفة مواقع عسكرية صهيونية ومراكز إسناد لجيش الاحتلال. في التقلبات الجوية، تشهد عدة ولايات من وسط وشرق البلاد تساقط أمطار غزيرة تكون في بعض الأحيان رعدية، والتي تتواصل إلى غاية نهار الغد حسب نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. وتخص هذه النشرية التي صنفت في مستوى يقظة برتقالي كل من ولايات تيبازا، الجزائر العاصمة والبليدة، حيث من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار المرتقبة ما بين 20 و 40 مليمترا، وقد تصل أو تتجاوز محليا 50 مليمترا. كما تخص النشرية ذاتها ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيك، دعنابة والطارف، حيث من المرتقب أن تتراوح كمية الأمطار ما بين 40 و 60 مليمترا، ويمكن أن تصل أو تتجاوز محليا 80 مليمترا مع توقع هبوب رياح قوية. في الرياضة، وضمن مباريات الجولة الثامنة للرابطة المحترفة لكرة القدم، فاز فريق شبيبة الثورة على نجم مقرى بهدف دون رد، فيما تعادلت شبيبة القبائل سلبيا أمام اتحاد الجزائر. أما مولودية الجزائر فقد تعادلت هي الأخرى داخل ميدانها أمام نادي اتحاد بسكرة، فيما تمكن شباب بلوزداد من تحقيق أول فوز له في البطولة الوطنية بعد تفوقه خارج الديار على ترجي مستغانا بهدفين دون مقابل. هذا وجاءت النتائج الكاملة للجولة الثامنة من المحترف الأول على النحو التالي. تنتهي إلى ختام الموجز، شكرا على المتابعة، نلقاكم في تمام 11 بحول الله. أما الآن فالعودة لزميلة لاميا. شكرا لك سهيلة، أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثالثة من عمر البرنامج، ولا زال الحديث حول جديد المنتجات والخدمات البنكية لبنك بركة الجزائر. أذكر بضيف السيد كريم سعيد، رئيس قسم بنك التجزئة والمكلف أيضا بالإعلام لدى بنك البركة الجزائري. إذن كان الحديث عن بداية الطرق وأيضا مراحل تمويل عملية اقتناء السيارات المنتجة محليا. بالفعل سيدتي، قلنا بأن بموجب عقد الشراكة اللي يجمع بين بنك البركة الجزائري وشركة ستيلانتيس الوحيد حاليا اللي راه يصنع ويركب سيارات على مستوى الجزائر، قمنا بتمويل عدد لا بأس به من العملاء بمقتضى الإنتاج الموجود حاليا. وبالنسبة للشروط فهي شروط عادية متعارف عليها، لابد أن يكون الشخص عنده دخل ثابت ومستمر، ويكون فما فوق يعني السن تاع 19 سنة، وكذلك يمشي حتى سن 70 سنة، مع تغطية تمويلية توصل إلى 80% من قيمة السيارة،
وهامش 20% توقع على هامش جدية الزمن. هامش جدية تكون 20% على الأقل. صح. قد يكون هذا الهامش تاع الجدية أكثر إذا ما كانت المداخل تاعو تكون أقل. بالنسبة قلنا للتمويلات هذه السيارات بالنسبة للخواص. أما بالنسبة للحرفيين والمهنيين فبإمكان يعني بنك البركة تمويل في شكل عملية إيجارة اللي هو الليزينج. بإمكانه الليزينج يعمل تمويلات لهذه الشريحة تاع الحرفيين والمؤسسات، يعني بالنسبة للسيارات اللي يتم استيرادها من طرف مختلف الشركاء المعتمدين. نعم نعم، إذن هي جهود وأفاق أيضا واعدة خاصة في مجال الصيرفة الإسلامية أيضا. نعم سيدتي، يعني إحنا رانا على أبواب الاعتماد على اعتماد قانون المالية 2025، وهذا يعني راح يسمح لبنك البركة من يعني إصدار أو المساهمة في الصكوك الحكومية أو الصكوك السيادية. والصكوك بتعريف يعني مختصر جدا هي تشبه السندات المالية ولكن ليست كالسندات المالية، لأن السندات المالية هي إقراض بأسعار فائدة، أما الصكوك فهي هي حصة، هي مشاركة في حصة من الملك تسمح يعني من اللي أخذ هذا الصكوك من الحصول على عوائد وهوامش ربح إذا ما كانت هناك هوامش ربح، وهذا ما يسمح لبنك البركة في الإسهام في أكبر المشاريع الاستراتيجية اللي راح تطلقها الدولة الجزائرية. صحيح، شكرا جزيلا لكم السيد كريم السعيد رئيس قسم إذن بنك التجزئة والمكلف بالإعلام لدى بنك البركة الجزائري، شكرا جزيلا لكم على الحضور وهذه الاستفاضة. شكرا سيدتي على الدعوة. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة. إلى ملف آخر مشاهدينا، إلى ملف الشباب ونشاط المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب في إطار فعالية البرنامج الوطني للدعم الشبابي، وهذا في طبعتها الثانية. للحديث أكثر حول هذه الفعالية أسعد باستضافة السيد وليد فني نائب الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية لدعم الشباب والتنمية المقاولات. أهلا بك سيدي وشكرا لتلبية الدعوة. العفو، كل الشكر لكم على الدعوة كذلك. شكرا جزيلا. إذا بداية الحديث كما ذكرنا في المقدمة حول فعاليات تنظيم البرنامج الوطني للدعم الشبابي في طبعتها الثانية 2024. فيما يخص البرنامج الوطني للدعم الشبابي في طبعتها الثانية في البرنامج في 2024 سوف تكون انطلاقة يعني حوالي أسبوع يعني من اليوم، يعني ما بين 18 و24 من نوفمبر، من الشهر الجاي راح ستتزامن مع الأسبوع العالمي للمقاولة يعني، وهذا سيكون يعني فرصة كبيرة للشباب يعني للتعرف أكثر على المقاولة وما يقدمه أو ما تقدمه الدولة الجزائرية من تسهيلات في هذا الموضوع. ماذا عن شعار هذه الطبعة؟ شعار الطبعة سيكون يعني نظرة استشرافية واعدة من أجل تنمية اقتصادية مستدامة. نعم. يعني هذا هو الشعار. يعني شعار لديه الكثير من الدلالات ولديه كثير من المعاني يعني، وننتظر منه آفاق كبيرة جدا. طيب نتحدث أيضا عن عمل ونشاط المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وخاصة الدور الأساسي اللي يقوم به في مرافقة الشباب المقاول خاصة.
اليوم كمؤسسة يعني المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، كما قلنا يعني سابقا المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية حاليا متواجدة في الميدان، يعني وهذا ما يميز المؤسسة وما تعرف به المؤسسة حاليا. يعني اليوم من خلال هذا البرنامج الشيء الذي نريده أو الهدف من هذا البرنامج الوطني لدعم الشباب هو تكوين أكثر من 1500 شاب، يعني هذا هو الهدف أفاق، وهذا هدف يعني جيد. هذه الدورة جيد. يعني الدورة الثانية، يعني الدورة الأولى كانت هناك تكوين 600 شاب، يعني هذه الدورة بإذن الله نستهدف 1500 شاب جيد. بإذن الله جيد. طيب نتحدث أيضا عن شركاء هذه الفعالية. البرنامج الوطني لدعم الشباب يعني هناك العديد من الشركاء، ويعني عندنا رعايات وزارية، يعني عندنا الرعاية الوزارية لوزارة الرقمنة والإحصائيات جيد. الرعاية الوزارية لوزارة الشباب والرياضة، وكذلك المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، يعني كذلك هناك مرافقة من طرف الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية كشريك، اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، وهناك كذلك الصندوق الوطني لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعني هم الشركاء الحقيقيين في صحيح. هذا المجال صحيح. يعني لمينا كامل شركاء نعم. في برنامج واعد وبرنامج يعني كبير جدا، وسيكون له أثر كبير على الشباب المشاركين في هذا البرنامج بإذن الله. طبعا وتكون هناك أيضا بتنسيق مع أيضا ولايات أخرى أكيد 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 نعم. يعني البرنامج الوطني لدعم الشبابي سيتواجد في 18 ولاية نعم. وفي 18 جامعة، يعني قبل يومين كان هناك لقاء لوفد يعني من المؤسسة، في لقاء يعني جمع بين وفد المؤسسة واللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، يعني هناك تنسيق كبير بين المؤسسة وهذه اللجنة اللي هذا هو الاختصاص لها. سيتواجد البرنامج في 18 جامعة على مستوى الوطن جيد. طيب ما هو جديد هذه الطبعة بما أنها راهي في طبعة ثانية، لو نقارنها ربما بالطبعة الفارطة أو الطبعة الماضية؟ يعني كل في أي مجال يعني هناك طبعة الأولى والطبعة الثانية والطبعة الثالثة، كل طبعة تتميز عندها مميزاتها، يعني من بين المميزات التي ستكون بإذن الله في هذه الطبعة أنها ستتواجد يعني أول شيء يعني الشركاء، كاين هناك شركاء، يعني راح تكون هناك آليات، راح نخلي الشاب يعني يتلاقى مع المسؤولين في الصندوق الوطني الصندوق الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع اللجنة الوطنية يعني الجامعيين والرواد الأعمال، يعني مع اللجنة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال الجامعية، مع الغرفة الوطنية كذلك للحرفيين للحرفيين، يعني هذا الشيء يعني هو جديد في حد ذاته، يعني المحاور التي ستكون على مستوى هذه الطبعة، هو المحور الأول هو الحقيبة التكوينية للتأسيس والتسيير، و كذلك يعني هذه الحقيبة التكوينية للتأسيس والتسيير يعني هتكون عندها 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 طابع جديد، يعني بإذن الله راح يكون في الميدان، راح نتناولوه يعني في حلقات أخرى ممكن. وهناك كذلك هناك كذلك يعني هذه الحقيبة التكوينية للتأسيس والتسيير، يعني فيها العديد من المحاور، يعني هي سيستفيد منها الشباب كثيرا بربي إن شاء الله. وبالتالي أهمية هذه ربما أو بصفة عامة يعني الدورات التكوين لصالح الطلبة الشباب خاصة وتكوينهم وتحسيسهم خاصة لدخول مجال ريادة الأعمال. الحمد لله اليوم الدولة الجزائرية نرى أنها ترافق وتساهم من خلال صناديق الدعم، من خلال آليات جديدة، من كل آليات نعم. الدعم، يعني هذا الشيء راح يحفز، يعني الدور كمؤسسة راح يكون هو تعبئة تحسيس توعية مرافقة، يعني هذا هو الدور الحقيقي للمؤسسة، راح نحيو الخوف تاع الشباب من خلال تكوين يعني من صفر إلى تجسيد المشروع، وهذا هو الدور الأساسي يعني المؤسسة، ولا دورنا الأساسي الذي سنلعبه في هذا في هذا في هذا الدورة. يعني اليوم نشوفوا باللي شباب يعني هناك نية أو هناك رغبة في تجسيد مشاريع، لكن لا توجد كيفية يعني الولوج لهذا العالم، يعني اللي هو عالم كبير، يعني بحكم أنه الدولة الجزائرية يعني وفرت جميع الإمكانيات، دارت كل التسهيلات، ومن خلالنا نحن كمؤسسة يعني هذا هو الدور تاعنا، أن نخليه الشاب يعرف ما هي المؤسسة،
كيفية الاستفادة من الدعم، كيفية الاستفادة من بداية المشروع تاعو حتى نهاية المشروع بربي شاء. جيد. طيب أيضا دور المؤسسة الجلي في تمكين شباب اليوم والمساهمة في ترسيخ خاصة ثقافة المواطنة لدى هذه الفئة، فئة الشباب. اليوم المؤسسة يعني من خلال يعني تنقلاتنا كإطارات بالمؤسسة ومن خلال يعني المكاتب أو المديريات الولائية للمؤسسة، لحد الساعة يعني هناك 25 مكتب أو مديرية ولائية تنشط عبر الوطن، يعني تنشط في هذا المجال. اليوم قدرنا كمؤسسة يعني نستقطب أكبر عدد ممكن من الشباب، يعني وليس فقط الاستقطاب، يعني هو الدورات التكوينية الروتينية اللي هي موجودة، هذا برنامج وطني للدعم الشبابي، لكن هناك برامج محلية يعني تقام على مستوى الولايات، يعني في ولاية الأغواط أو في ولاية الجنوبية أو الشمالية، يعني هناك برامج يعني تقوم بها المديريات الولائية نوعية، وهذا برنامج وطني يعني اللي يخص جميع الولايات اللي راح يكون في 18 ولاية من هذا الوطن بإذن الله. طيب دوركم أيضا في ربما تمكين الشباب والخوض في العمل السياسي اليوم أيضا والمشاركة خاصة الفعالة في المجال السياسي. كمؤسسة يعني مؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، اليوم الدولة الجزائرية هي دولة قوية بشبابها، يعني دولة قوية بكل يعني بكل ما يعني دولة قوية حقا. صحيح. الحمد لله اليوم يعني كشباب أو شباب اليوم يعني واعي، شباب واعي، شباب يندمج في كل ما هو إيجابي، يعني اليوم لقينا أنه هناك شباب لديهم كل الرغبة في تقديم الإضافة لدولتي الجزائرية من جميع القطاعات، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا. يعني اليوم الشباب نقدر نقول عليه اليوم أصبح أكثر نضجا، يعني هذا هو الشيء الإيجابي الذي لمسناه يعني من خلال المحطات التي سيرناها يعني خلال هذه الثلاث سنوات يعني اللي كنا في المؤسسة. طيب فعالية البرنامج الوطني للدعم الشبابي في طبعته الثانية، هل تقومون بالاقتداء ربما بالعينات الناجحة للشباب حتى يكونوا عينة ربما لشباب آخر في بداية المشوار أو في بداية الفكرة؟ خلال البرنامج الوطني للدعم الشبابي في طبعته الأولى، هو ليس ببرنامج فقط أو تكوين فقط، هو برنامج وطني يعنى بالمرافقة، وهذا أهم شيء. يعني عندما نقول المرافقة يعني راح تكون كاينة استمرارية في العمل يعني مع جميع المتكونين في المؤسسة، ومن خلال هذا البرنامج سوف يكون هناك عبارة عن مسابقة لدي فكرة، يعني كانت في الطبعة الأولى وتم تكريم يعني 20 مشروع يعني الناجح من خلال هذه الدورة. نفس الشيء اليوم يعني طموحنا أن يكون هناك 1500 شاب متكون، يعني في 1500 شاب متكون سوف يكون بإذن الله أكثر من 500 بالك مشروع، يكون مشاريع تكون ريادية وتدخل المنافسة، وإحنا بدورنا كمؤسسة يعني نقدم لهم جميع الدعم. يعني الحمد لله المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية استطاعت أن يكون لها هناك شركاء اقتصاديين، سواء بنوك كبنك السلام أو صندوق الفقار، يعني هناك شركاء يعني من خلالهم نستطيع أن نقدم الإضافة لهذا الشاب. يعني أول شيء تكون معنوية يعني بالمتابعة والمرافقة والتحسيس، ثاني شيء راح تكون يعني بالدعم ولو بالقليل، يعني احنا راح تكون من عندنا لوريونتاسيون للآليات أو صناديق الدعم الموجودة، وراح تكون المؤسسة كوسيط بين الشاب وبين الإدارات. أيضا أهمية تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية لمرافقة خاصة على مستوى الجامعات الجزائرية عبر مختلف ولاية الوطن، لربما التعريف بالشاب أو الطالب المقاول الذي يود الخوض أو الولوج إلى عالم المقاولاتية وكذا ريادة الأعمال بتعريفه بكل هذه الآليات الموفرة من طرف الدولة. الحمد لله يعني البرنامج في حد ذاته هو يعني برنامج واسع، وبرنامج فيه العديد من سيستفيد منه الشباب يعني في العديد من الأمور، من بينها هي كيفية إنشاء مؤسسة. يعني اليوم عندما نقول أننا سنجوب عندما نقول أننا سنجوب 18 جامعة، يعني أكيد سوف يكون هناك شباب، سوف يكون هناك يعني رواد أعمال، سوف تكون هناك مشاريع، سوف نقدم العديد من
المشاريع للشباب كذلك. يعني هناك أفكار يعني متواجدة، وهناك شركاء اقتصاديين، وهناك شركاء يعني عندما نقول يعني جميع الرعايات الوزارية الموجودة أو كمرصد وطني المجلس الأعلى للشباب أكيد هذا الاقتصاديين نعم هذا الشيء يعني راح يخلينا وراح يسمح للشباب انه يتعمق في 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 هذا المجال، يعني يخليه يعرف عليه الكثير لانه كامل الشركاء راح يكونوا متواجدين، وبطبيعه الحال يعني اي سؤال يبادر ذهنه راح يلقى الجواب تاعه يعني في الحين، وهذا هو الشيء المميز في هذه الطبعه. نعم يعني الطبعه الثانيه هو ايضا دور التكوين المؤسساتي ودوره في ترسيخ الفكره المقاولاتي لدى الطلبه الشباب ايضا. اكيد يعني التكوين يعني لدى الطلبه الشباب يعني يبدا راح يكون اول شيء يعني من تحسيس تاعنا كمؤسسه، يعني هذا الشيء هذا الدور تاعنا على مستوى الولايات التي نتواجد بها، يعني هذه الولايات يعني 25 ولايه اللي رانا نتواجدوا فيهم حاليا، يعني هناك عمل يعني راهم يعملوا فيه من خلال يعني الحل التكوينات المتواجده يعني الدوريه، يعني هذا برنامج وطني كما قلنا سابقا، برنامج وطني سيجوب يعني تكون عنده نفس الهدف نفس المحاور، لكن هناك كذلك يعني محاور اخرى تقام او تقدم للشباب وللجامعيين على مستوى هذه الولايات وعلى مستوى الجامعات، بحكم انه هناك اتفاقيه مبرمه بين اللجنه الوطنيه لمتابعه الابتكار ورياده الاعمال الجامعيه. جيد. طيب نتحدث ايضا عن إشراك فئة أخرى وهي إشراك شباب الجالية والمقاربة أيضا الجديدة في البناء المؤسسات أيضا. الحمد لله يعني الدولة الجزائرية يعني عندما أقرت أنها تساهم أو تساعد أو تقدم الإضافة للاقتصاد الوطني أنه أو أن الاقتصاد الوطني يكون يعني يكون لنا بديل، يعني ساهمت أو قدمت يعني جميع التسهيلات للشباب سواء الشباب يعني المقيم بالجزائر أو الشباب يعني اللي مقيم خارج الوطن، واليوم يعني حسب الإحصائيات الأخيرة تقول بأنه هناك العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني اللي هما شباب يعني مغترب يعني قدروا يجسدوها في أرض الواقع، وهذا بطبيعة الحال يعني بفضل التسهيلات المتواجدة أو التسهيلات يعني اللي قامت بها الدولة الجزائرية في هذا المجال يعني، وهذا من أجل بعث الاقتصاد الوطني من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني داخل الوطن أو خارج الوطن. طيب نتحدث أيضا عن ربما تحديات مؤسسة المؤسسة الجزائرية دعم الشباب وتنمية المقاولاتية وآفاق أيضا هذه المؤسسة. اليوم كمؤسسة يعني اليوم عندنا العديد من المشاريع، يعني هناك هذا البرنامج الوطني للدعم الشبابي، هناك يعني برنامج آخر يعني يعني كاين فترة يعني صغيرة بيناتهم يعني للمرأة المقاولة، يعني هناك برامج عديدة، هناك برنامج كذلك برنامج كبير يعني يخص الجالية الإفريقية ويخص يعني الدول الإفريقية، بإذن الله سيكون هناك الجديد في هذا المجال بما أن الدولة الجزائرية فتحت هذا المجال لدفعة قوية للاقتصاد الوطني، ونحن كشباب يعني رفعنا يعني الراية لكي نكون أحد المساهمين يعني في بناء اقتصاد وطني يعني قوي و يعني سند. والدليل أيضا ربما البرنامج الثري المسطر من طرف مؤسستكم أيضا من المؤسسة الجزائرية دعم الشباب وتنمية المقاولاتية أيضا اليوم، ربما البرنامج الذي يلي هذه الفعالية فعالية البرنامج الوطني لدعم الشباب أو للدعم الشبابي في طبعته الثانية، ماذا بعد هذه الطبعة؟ يعني البرنامج الوطني للدعم الشبابي بعد هذا البرنامج ستكون هناك إبرام اتفاقيات، هناك برامج يعني المؤسسة أو اتفاقيات شراكة. البرنامج الوطني للدعم الشبابي يعني هو برنامج، هو مرحلة يعني تمر بها المؤسسة كطبعة أولى وطبعة ثانية، لكن هناك العديد من الأعمال يعني التي تقوم بها المؤسسة في هذا المجال، يعني من بينها هي حرفتي، يعني هناك لجنة مختصة يعني تقوم الآن حاليا بعمل كبير وجبار فيما يخص الحرفيين، يعني الحمد لله رانا ماشيين في جميع الاتجاهات. خاصة الجزائر يعني احتفت يوم امس باليوم الوطني للحرفي، ربما قمتم ببرنامج في هذا الصدد. الحمد لله احنا البرنامج تاعنا يعني مسطر عنده حوالي شهر، هناك اتفاقية مبرمة مع بنك السلام لتمويل العديد من المشاريع
الحرفية يعني تروح يعني هناك مبلغ محترم للحرفيين يعني المتواجدين في الميدان اليوم يلقاوش الآليات الدعم آليات اليوم المؤسسة استعلى عتقها هذا الحرفي اليوم لأن يصبح مؤسسة مصغرة يعني بربي إن شاء الله فيها جديد في هذا الأمر لأنه هناك لجنة مختصة في انتقاء الملفات التي يعني موجودة والتي هي موجودة على مستوى المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية. نعم شكرا جزيلا لكم السيد وليد فني أذكر نائب الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وكذا تنمية المقاولاتية. شكرا جزيلا على قبول الدعوة وعلى هذه الاستفادة. شكرا لكم على هذه الدعوة. شكرا. إذن مشاهدينا فاصل ثم لنا عودة. إلى موعد الصباح الرياضي وسهيلة معوش هنا لتقديم صباح النور. سهيلة صباح الخير لميا لك ولجمهور الرياضي المتتبع لهذا الصباح والفقرة الرياضية التي نستهلها بكأس العالم للمبارزة سيف الحسام الجارية بوهران حيث لم توفق مبارزات المنتخب الوطني في اجتياز الدور الأول من هذه المنافسة ولمنافسات الفردية التي جرت بالقاعة المتعددات للرياضات للمركب الأولمبي ملودهد في لوهران. والتفاصيل تصل الموعد العالمي الجاري بالجزائر نتابعه في مواعيدنا اللاحقة. في سياق منفصل وصل ليلة أمس إلى الجزائر جثمان المجاهد الراحل رشيد مخلوفي لاعب جبهة التحرير الوطني ومدرب المنتخب الوطني والرئيس الأسبق للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم الذي وافته ألمانيا خارج الوطن أول أمس عن عمر ناهز 80 عاما.
وعلى ملعب الخامس يجول لم يجد مولودية الجزائر الحل الأنسب أمام ضيفه اتحاد بسكرة لما اكتفى بالتعادل السلبي، وعلى ضوء هذه النتيجة يكون مولودية الجزائر قد ضيع فرصة العودة إلى كرسي الريادة. نتابع الملخص بتعليق عبد العزيز بن سالم. كان ينتظر في زمان لأجل الصعود حيمية داخل منطقة الجزاء بالرأس، هذه المرة جاءت الكرة من أكرم بوراس بهذا الشكل في كل مرة. عبيث ارتيراو ممتازة بطريقة فنية، ولا أجمل ولا أروع داخل منطقة الجزاء، هذه الفرصة العرضية ولكن مرت الكرة. زكريا نعيجي يلعبها بكرة قصيرة للعربي الثابت، زكريا يبحث عن القائمة الثاني بالراس، ولكن أندي ديلور مجددا يهدر فرصة الهدف الأول بالرأس أو كانت بالصدر من زاوية أخرى. لم يكن متسلل لحلايمية، المولودية تضغط من أجل تسجيل الهدف الأول والاستراحة. سلام على فرصة خطيرة لمولودية الجزائر ممتازة من أكرم بوراس. مولودية الجزائر هنا كرة الرأس من ضغط المواجهة أثر على المدرب عمراني، بينما الحيرة من طريقة تنفيذ المخالفة كانت بادية على شريف حجار. الشوط الأول انتهى سلبيا، وجماهير الشباب وكعادتها تبدع وتطالب بالرد داخل الميدان. أزماني لم ينجح في تنفيذ المخالفة مرة أخرى للترجي، وعمراني قرر إقحام بالخير لتحريك الهجوم. أصحاب الأرض كادوا يفتتحون باب التسجيل بعد محاولة مصمودي. الشباب صعد من النسق في الشوط الثاني ورد عن طريق مرتدة سريعة قادها بالخير، وإنهاء من بن غيث هدف حرر كل المحيط بالوزدادي. إسلام بخير على الجهة اليسرى يتقدم، إسلام إسلام بالخير إسلام بالخير إسلام بالخير إسلام بالخير يراوغ إسلام بالخير، والهدف الأول
الهدف الأول للشباب من وزداد في الدقيقة 74. نفس اللقطة تكررت في الوقت بدل الضائع، بالخير يتوغل وبنغيت يسجل الهدف الثاني في لقطة تؤكد نجاح عمراني في الكوتشينج ونهاية المباراة بأول فوز لشباب الوزداد بعد بداية لم يتوقعها أشد المتشائمين. شباب في الوقت بدل قاتل يقتل المباراة من مقابل. وبملعب 20 أوت ببشار فاز شبيبة الثورة في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جمعه بنجم مجرى بهدف لصفر، ارتقى بها أبناء الجنوب إلى الصف الثامن. نتابع في سياق التقرير. في مباراة لعبت بست نقاط شبيبة الثورة لم تفوت فرصة استقبالها للضيف نجم مجرى لتحقيق الانتصار وإضافة 3 نقاط للرصيد. شبيبة الثورة دخلت المباراة مهاجمة وأظهرت نيتها في التسجيل منذ البداية، فحاول بوطيش بهذه المخالفة ودفاع النجم يبعد الكرة، تلتها محاولة المهاجم غراب الذي لم يحسن استغلال خطأه وتردد دفاع الزوار. رد رفقاء القائد حداد عن طريق مخالفة بوزكري وكرته لم تجد المتابعة. آخر محاولات الشوط الأول لعب منسقة بين لاعبي الثورة، مدان في وضعية سانحة يفوت فرصة حقيقية لهز شباك الحارس بن شلف، لينتهي النصف الأول سلبيا بين الفريقين. الشوط الثاني أشبال المدرب بغرارة كانوا الأقرب للوصول للشباك وسنحت لهم أولى الفرص للتسجيل. في الدقيقة 57 من جانب الثورة رد البديل حامية بهذه التوزيعة، تلتها كرة المدافع بركات وتسديدة المهاجم بن طالب فوق الخشبات الثلاث. الضيوف ركنوا للخلف واعتمدوا على الهجمات الخاطفة، فتوزيعة المهاجم جعبوط ناحية دمان لم تعرف طريقها للشباك. الشبيبة سيطرت في الربع ساعة الأخيرة وضيعت عديد الفرص. لتأتي الدقيقة 80 النشيط حامية يتوغل يعرق ليتحصل على ركلة جزاء، نفذها بوطيش بنجاح محرزا هدف الانتصار والوحيدة في المباراة. في مباراة شهدت إشارة الحكم بالهاشم للعديد البطاقات، عرفت طرد المهاجم سويبا من جانب الشبيبة، لينتهي اللقاء بفوز هام لشبيبة الثورة أمام الضيف نجم مجرى. النادي الرياضي القسنطيني عزز ريادته في الترتيب العام بعد فوزه على أولمبي أخبو بهدفين لهدف. عرفت الفار صحراوي عبد الرحمن وابتي قد تأتي أحد الفريقين بالخبر الصار. انطلقت اللحظة المباراة بقيادة هذا الحكم الرفيق عوينة، ويبحثون عن المرتدات. هنا وكيل غير الجناح تماما أن يوجد من هناك الذي يصل على الكرة، هل هو زاموم؟ وصل عليها يلعبها مع مسياد. الكرة الثانية يا وكيل، وحكم المباراة يمنح له ماذا كان يبحث عنه. بالسهلة بتأة وكيل ماروى وكيل، وهي آخر المحاولات وهي آخر الكرات. من يتفوق فيها الدفاعات أم المهاجمين؟ من يطلع على الكرة هذه؟ المدافع أم المهاجم؟ إلى كرة ثانية. مفليح ولضيوفك الكرام، أيضا انطلقت المباراة بعد حوالي 45 ثانية والنادي الرياضي القسنطيني إنه توسين يحضر ويفتتح باب، يبحث عن حل عمن ينطلق له. ما فيش وضعية تسلل، هذه صعبة من مداحي. إنه الثاني والخامس من إبراهيم ديو. المواسم الماضية ومداحي ينصب نفسه ممرر حاسم ككل مرة، يشارك في الهجمات، يمنح الكرات الخطيرة. من كذلك توسين مرة أخرى الأولمبي، حكم المباراة عنه الفار، ضربة جزاء اللذان سبق وعند القسنطيني. لمن الكلمة الأخيرة؟ إنه أسكر.
ختام الفقرة الرياضية من هذا الصباح، أشكركم على الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في مواعيد إخبارية لاحقة، والآن لكم عودة مع زميلة لمياء. شكرا لك سهيل. أيضا مشاهدينا بالأخبار الرياضية ننهي هذا الموعد الإخباري، متابعة طيبة لبقية برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.